وطبعا بشانس الجميل الكبير الحقيقه اللي عمل مجهود ما شاء الله عليه، وعمل يعني الحقيقه اقصى جهده لنشر العلم والمعرفه بكافه الامكانيات في جنوب افريقيا، فمشكور جدا بشانس عمر. وبنشكر ابنائنا اللي بننظمه مع حضرتك، وبنشكر الشباب كلهم اللي بيحضروا والناس اللي بتحضر. وباذن الله النهارده هنتكلم في موضوع هام جدا، يمكن ما فيش ناس كتير بتتكلم فيه، بس هو موجود وهو مؤثر. يعني ما دام بنتكلم على حاجه اسمها مدير مشروع دولي يبقى لازم يبقى عارفها، وهي استكمالا للمحاضرتين اللي فاتوا. احنا المحاضرتين اللي فاتوا كنا بنتكلم على الايه؟ على الماستر فورمات. الماستر فورمات اتكلمنا عليه وقلنا ان هو بيتكون من 16 في القديم بتاعه، او في الفيرجن الاولانيه اللي كانت معموله و2004 طلع لها الجديد، كانت عباره عن 16 بند. ودي قائمه على ايه؟ على المواد وتوصيف المواد اللي المستخدمه في الكونستراكشن. طبعا مع تطور الحادث وكده في 2004 بداوا يطلعوا ايه؟ الماستر فورمات اللي هي 50 بند. 50 بند كويس، عاملين حسابهم في حاجه فيها كويسه، ودي متطبقه برضو في اليونيفورمات اللي هنتكلم عليها النهارده. سايبين اماكن كثيره لايه؟ لاي تطوير. الماستر فورمات كان ان هي بتاعت يعني معموله في امريكا، واليونيفورمات معموله في كندا، والاثنين ايه؟ يعني مع بعض في اليونيفورمات. احنا بنستعمل التصنيف الموحد لانظمه البناء والتشييد. هنا انظمه البناء والتشييد مش للايه؟ الماستر فورمات للايه؟ للماتيريال، خرسانه، مباني، كهرباء، ميكانيكا وهكذا. انما اليونيفورمات عباره عن 9 اجزاء او ابواب 9 في البريك داون بتاعها هنتكلم عليهم. وبيلتقوا الاثنين في حاجه، ان بتبتدي اي برنامج زمني اي حاجه هنتكلم فيها واحنا ماشيين دلوقتي بيقدر ان هو ياخد يعمل بيخدم كل حاجه، يخدم من اول الدراسات والبرامج الزمنيه والبيم وكل حاجه، واللي هو اليونيفورمات. وبياخد تحتيه بقى بيعمل بريك داون، بياخد تحتيه لما محتاج الماتيريال بياخد تحتيه على ايه؟ الماستر فورمات. هنعرف الكلام ده هنمشي. الاجنده بتاعتنا النهارده اول حاجه الابلكيشن جايد اللي هو ايه؟ دليل التطبيق. مش عارف طيب دليل التطبيق. نمبر 2 عندنا الانترودكشن، دي مقدمه. وبعدين هو اللقاء النهارده هو طويل شويه، اعتقد ان احنا هنحتاج ان احنا ايه؟ للقاء تاني. ودو اور بيست ان احنا يعني ايه ما نتقلش عليكم قوي، بس هو مهم جدا لان اي حد بيشتغل انترناشونال، اي حد في اي مجال، في مكتب فني، في بيم، في كونستراكشن، في بلاننج، في بروكيورمنت، في ماتيريال انجينير، في كل حاجه بتحتاج هذا الكلام، لان دي الفوكابولري بتاع الايه؟ بتاع الكونستراكشن. انا مش بتكلم عن برودكت مانجر دلوقتي، دي الفوكابولري بتاع الكونستراكشن. تحط عليها المواصفات، تحط عليها البي او كيو، تحط عليها كل حاجه. نمره 3 السكوب بتاع المحاضره بتاعتنا. وبعدين الباك جراوند اللي هو الايه؟ الخلفيه بتاعته. وبعدين الهيستوري، تاريخ بتاعها بدات ازاي؟ هي ما بداتش في امريكا عموما ولا في كندا، بدات في ايه؟ في اوروبا. هنعرف بالظبط واحنا بنتكلم. نمره 6 عندنا البيزك اورجانيزيشن اللي هو الايه؟ الاورجانيزيشن بتاعها اللي هو الاورجانيزيشن بتاعها اللي هو التنظيم الاساسي بتاعها. بعد كده عندنا ريليشن سيب والماستر فورمات، يعني ايه العلاقه ما بين اليونيفورمات اللي هنتكلم عليها النهارده اللي هي الجنسيه بتاعتها كنديه لغايه دلوقتي، يعني هي كونستراكشن specifications of Canada، يعني الثانية اللي هي الايه؟ اليونيفورمات، الماستر فورمات اللي هي ايه؟ الامريكان. فالعلاقه ما بينهم ايه؟ هو اللي كنت لسه بقول لكم دلوقتي، هو ايه؟ بتستعين بالايه؟ بتاخد الماستر فورمات بتعمل التسعه تشابترز او التسعه الفيرست لاين بتاعها في البريك داون، وتحط تحتيها كل العناصر بتاعتها، وبعدين في الاخر خالص بتحط بقى الماتيريال في الاخر خالص
يعني دي سيستم، يعني دي سيستمز مش ماتيريال يعني. ديفرنس فروم ماستر فورمات، الفرق بينها وبين الماستر فورمات هنتكلم عليه. بعد كده هنتكلم على الابلكيشن جايد اللي هو ايه، قواعد التطبيق، قواعد التطبيق او يعني او يعني قواعد التطبيق يعني. اوكي، الاستراكشر اندرلاين من الفورمات، الهيكل اللي بيقوم عليه انا مسميه الحقيقه النموذج الموحد. انا بقول يونيفورمات على طول، انما انا مسميته ايه النموذج الموحد عشان يعني ايه برضه تدخلنا بالفوكابلري بتاعنا كعرب يعني. انا ما يعني مش واخده من حته بتاع، بس انا ايه قلت لازم يبقى في له ترجمه فسميناه ايه النموذج الموحد بالنسبه لليونيفورمات. طيب الاكستندنج يونيفورمات باي يوزنج ماستر فورمات، النمبرنج سيستم بتاع الاول هنتكلم عليه بتاع اليونيفورمات، بتعمل دول وعمل دول بريك داون وهوريكم ببساطه شديده يعني. هو المواضيع بتبدو ان هي معقده لكن هي ببساطه تفصيل جميل جدا جدا، وان شاء الله يعني يا ربنا يقدرنا ونقدر نوصلها لكم بايه طريقه يعني ان شاء الله تلاقوها سهله وبسيطه جدا يعني. فعلا الموضوع ده مهم يعني، اي حد شغال في الكونستراكشن في اي حته في العالم، في اي حته في العالم لازم يبقى عارف هذا الكلام، لان يعني كل ماده كل خامه بتطلع بتتحط في الايه في الماستر فورمات، كل السيستمز بتتحط على مكان برضه، فتحوا السيستمز برضه هنا عاملين 9 سيستمز هنشوف دلوقتي. اكستند جرين فورمات باي يوزنج ماستر فورمات، بعد كده يوزنج ديفرنت ارينجنج كوست انفورميشن، اي حد بيشتغل بقى في الكوست مانجمنت هيشتغل بيها ازاي، لان دي في اي حاجه كل الريسورسز بتاعته موجوده من ضمن الايه الماستر فورمات وهو اليونيفورمات. Arranging Preliminary Project Description، بترتب ال Project Description الأولاني خالص. Arranging Performance Based Project Manuals، مبنى ال Project Manuals اللي هي Quality Manual، Safety Manual، Construction Manual، أي حاجة فيها Manual بتبقى إيه بنستخدم فيها الإيه اليونيفورمات. يعني هي بيزك اليونيفورمات، لما بتحتاج الماستر فورمات بتاخد منها. اورجنايزنج دروينجز اند بيم اوبجكت لايبراريز انفورميشن فور ديزاين بيلد ابلكيشن، في ديزاين بيلد ابلكيشن بتطبق مع البيم اوبجكت لايبراريز. في الدروينجز نفس القصه، لان انت اي دروينج مع اي دروينج في الدنيا بتوصف فيه رسومات، بتوصف فيه ماتيريال، فجوه السيستم بتنظمه لك، وبعدين بقى اما بتحب ماتيريال بتحب اي حاجه تبقى موجوده جوه اليونيفورمات. الارينجنج فاسيلتيز مانجمنت انفورميشن، يعني كل الكلام ده كله بيروح فين بقى؟ في الفاسيلتي مانجمنت بعد ما المشروع بتاعك يعني، دي شغاله لكله يعني، في دخل في دخل فاسيلتي مانجمنت كمان، لان انت لما بتخلص المشروع بتبقى موجوده، وكل يعني كل ماده كل خامه كل بتسميها باسم معين وكود معين يعني. الكود بتاع ده زي الايه، زي اللي هو البار اللي بتحط على اي بضاعه يعني. فكل هتلاقي كل الفوكابولري وكل الكلام اللي في البروجكت في الكونستراكشن هتلاقيه موجود في الايه في اليونيفورمات وفي الماستر فورمات في بالنسبه للماتيريال. ارينج انفورميشن فور ديزاين بيلد ابلكيشن، اللي هو تجهيز البيانات للديزاين بيلد ابلكيشن. بعدين الليفلز 1 through 3 نمبرز اند تايتلز، بيتعمل بقى اللي هو البريك داون، انا كنت بقدمه في الاول عشان اوريكم الموضوع سهل قد ايه، وبعد كده نبتدي نتكلم، وبعدين اي اسئله، وبعدين دسكشن، وبعدين بنشكركم على ايه. دي اللي هي الاجنده بتاعتنا. ادي جوله المحتويات، على فكره الكلام ده كله اللي هيلاقي موجوده دي يونيفورمات، هتلاقي الكلام اللي انا بشرحه ده انا واخده، بقصد دايما ان انا اخد الحاجه من 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 من, من اساسها. ليه؟ عشان انت لما تدخل عليها وتدور عليها وتقعد تبتدي تشتغل عليها تبقى فاهم ايه الموضوع وتشتغل ازاي واولها ايه من اخرها ايه. يعني مش هنستنى احنا نشتغل في حته بطبق اليونيفورمات او الماستر فورمات، لا، ندخل عليهم بنعرفهم، بحيث ان اي حد يتكلم قدامنا الكلام ده هلاقي الرياكشن بتاعنا، مش افتح بقي ولا ان انا بقى اقول بقى انا ما اشتغلتش بيها ولا انا ما شفتهاش، لا لا، ده انا شغال وانترناشونال، مش اي شركه في العالم، اي شركه في العالم هتكلمك انت كده، انت قاعد يعني ايه في انترفيو، قاعد في ديسكشن، قاعد في سيمينار، قاعد في ندوه، قاعد في اجتماع،
يعني ايه، عارف يعني ايه دي، لان دي اساسيات في الكونستراكشن. السكوب والباك جراوند الهيستوري والاديشنال بيزك اورجانيزيشن ريليشن شيب والماستر فورمات ديفرنس فروم ماستر فورمات، كل ده اللي حطيناه فين؟ في الاجنده. تاني برضه بنتكلم على الجاب ابلكيشن جايد، سيلكتنج يونيفورمات نمبرز اند تايتلز ذا ستراكشر اندرلاينج اليونيفورمات، في ترجمه له في البتاع التاني بس هو باين يعني. استنج يونيفورمات باي يوزنج ماستر فورمات، ازاي بكبر او بمد او اكسلاندنج بطول اليونيفورمات بستخدم الماستر فورمات، لان هي في الاخر لما بتيجي تعمل سيستم بيعمل زي ما اللي بيعمل او توصيف في الاخر بيبقى افضل عنده ايه ماتيريال. الماتيريال بتفضل بتيجي عنده في الاخر يجيبها منين؟ بيجيب ما بيخترع لهاش بقى، ما بيعمل لهاش سيبريت ايشو وبتاع، لا هم متفقين مع بعض. بياخد الايه الايدنتيفيكيشن اللي موجود فين؟ في الماستر فورمات. اليوزنج فورمات بيخلينا نعمل ايه بقى؟ ارينجنج كوست انفورميشن، بظبط الكوست انفورميشن اللي هي المعلومات بتاعت الكوست. ارينج بريمينري بروجكت ديسكريبشن اللي هي تجهيز وترتيب يعني توصيف المشروع من الاول، وصف المشروع. performance based project manuals لما بعمل manual quality manual safety manual اي حاجه فيها manuals بنعملها. وبعدين drawings and beam object libraries، كل اللايبرز بتاعت البيم وترتيب الرسومات ده سيستم موجود ومحطوط فيه المعماري والانشائي وكل انواع الاعمال، وموجود الايه الاي دي بتاعه يعني. arranging facility management information، كل ده بيتحول بعد كده لفاسيلتي مانجمنت، بحيث ان هو ايه حتى لو هو بيعمل صيانه بيدير الفاسيلتي بتاعته، محتاج اي ماتيريال بيدخل على الـ على الماستر فورمات يلاقيها، عايز يلاقي اي حاجه في السيستمز في اي حاجه في الريسورس الثانيه بيخش على الايه على اليونيفورمات. انفورميشن فور ديزاين بيلد ابلكيشن اللي هو ايه لما بيبقى عندي بروجكت ايه ديزاين بيلد يعني بتصممه والبيلد اللي هو احنا قلنا احنا اتكلمنا عليه وقلنا ده بيحتاج لايه اسمها ايه؟ الفيد فرونت اند انجينيرنج ديزاين. ودي يعني ايه مش يعني هي الحقيقه في ناس كتير ما في ناس كتير بتعيش الهنود ما بتشوفهاش، ومديرين كبار وشركات كبيره كان ايه ما ايه ما يعرفوش يعني موضوع الفيد، او كان يقول يعني ده في اعمال يعني مستوى معين يعني في البترول في المشروعات اللي هي يعني دي فاست تراكنج. فاست تراكنج دي اساسا قايمه على الديزاين بيلت وهكذا، المشروعات اللي انت عايز تخلصها والخبره بتاعت المقاول او اللي هو اللي هياخد الشغل ده هو اللي ايه اكتر واحد قادر على انه يعمل ايه الديزاين بتاعه. والكومباريزون بقى بتبقى ايه هي صعوبه بس في الكومباريزون بتاعت ايه بتاعت لما محتاج خبره كويسه قوي من الكلاينت ومن الكونسلتنت اللي هو ايه شغال مع الكلاينت، ان هو يبقى عارف كويس قوي ده ازاي وده ازاي وده ايه وهو عامل الفيد صح وهكذا. طيب دي ترجمه بتاعت الكلام اللي فات ده يعني ايه اختيار رقم وعنوان الهيكل بتقوم باليونيفورمات تمديد كذا. انا حاولت الحقيقه ان انا يعني ايه ان انا اترجم عشان برضه في ناس ما بتبقاش الفوكابلوري مش واخده عليه او مش بتعرف ايه، بنحط الترجمه يعني ترجمه كمبيوتر على شويه تصليحات عليها بتبقى بسرعه يعني، بس نبقى ايه نبقى كلنا ماشيين ايه اوكوران مع بعض زي ما نقول فرنساويين، نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه وبنقول ايه. هنا برضو ادي الايه ادي التسع ابواب او تسع عناصر شغال فيها في الانترودكشن، وبعدين الاليمنت ايه سب ستراكشر، السب ستراكشر اللي هي الستراكشر اللي هو تحت الارض تحت مسؤول الارض. الاليمنت بي شل بيقصد بيه اللي هو الايه الشل اللي هو الهيكل يعني هيكل خرساني هيكل حديدي اي هيكل اي شيء شكل هيكل المباني. الاليمنت الانتيريورز اليمنت سي اللي هي انتيريورز كل ما متعلق بالايه بالداخل بتاع المبنى اللي انا بعمله. السيرفيسز الخدمات الداخليه برضه، وبعد كده الاليمنت اي اكويبمنت اند فرنشنج اللي هي الايه اللي هي معدات والمفروشات، اكويبمنت اللي هي الايه المعدات والفرنشنج كل انواع المفروشات بقى، سواء مفروشات معموله عشان الاستخدام لو انت بتعمل في فندق او في مطعم او الى اخره حاجات اساسيه، او الفرنشنج اللي هو بيجي ايه متحرك بقى زي الكراسي الشباب اي حاجه دواليب اي حاجه يعني. الالمنت اف سبيشال ايه كونستراكشن اند ديموليشن، في حاجات بتتعمل سبيشال كونستراكشن والعناصر البناء والهدم. والعنصر جي اللي هي الايه الموقع السايت ووركس بقى الاخر يعني.
هنا بقى العنصر زد، زد اخر حاجه ايه في الابجديه. الكلام ده هم قايلينه بصراحه، يعني احنا ما نطلعش من الجي للزد كده، لو ما نطلعش من الجي للزد كده ليه؟ لان التطور الان الحادث في كل حاجه، في الاداره، في التخطيط، في كل انواع كل حاجه، التطور غير عادي. يعني احنا قعدنا نشتغل مثلا من سنه الستينات لغايه 2000، يعني ما التطور مش كبير قوي، يعني في تطور في الماتيريال والكلام ده كله اللي اشتغل في شركات اجنبيه والى اخره، لكن اقصاها حصل ايه؟ طلعت البريمافيرا بي 3 وبعدين ايه البي 6 بدات في اول الالفينات يعني. فالمهم يعني التطور ما كانش، كان في بقى برضه محطات خلط خرسانه موجوده والى اخره، لكن مش ده دلوقتي. ده دلوقتي انت قاعد زراير، يعني كل يوم بيتطور حاجه، كل يوم وكل ساعه. ودي الحقيقه، هي دي الوصايه اللي انا بوصي بيها الشباب كله. اوعى تقف، اوعى تقف على انك تتعلم، او يعني الوقفه مش حتى مش حتى انت شفت شفنا المحاضرات اللي عملها المهندسين الجمال اللي هم المعماريين، اخر 2 معماريين. انا كنت قاعد سعيد سعاده الدنيا وانا بسمع الكلام ده، يعني ده حاجه جميله جدا ومشرفه جدا، حاجه جميله ومشرفه. فكل واحد فينا تحط في دماغه ان هو يبقى كده، يعني يعمل حساب ان هو ما تفوتوش حاجه، لو اشتغل حتى مدير ووزير، وزير ما تفوتوش حاجه من الحاجات الفنيه او الاداريه او كل يوم كل يوم كل يوم بيطلع حاجات، كل يوم كل يوم بيطلع ماتيريال جديده، ماتيريال حتى ماتيريال. التدخل النهارده النانو تكنولوجي، تدخل السبلاي تشين، تدخل انترنت اوف ثينكس، تدخل انواع العلوم الكتيره جدا، يعني بقت حاجه. يعني انا مش بحسد الشباب، بالعكس انا مشفق عليهم، لان انت دلوقتي اللي عايز يبقى ويقوى بالشكل المطلوب اللي هو عايزه ما يضيعش دقيقه من وقته، ما يضيعش دقيقه من وقته، ودايما ايه شو الدنيا اتطورت ايه وعملت ايه، وهيلاقي كل يوم اذا كانش كل ساعه بيحصل تغييرات. Introduction informatics is an arrangement of construction information based on physical parts of a facility called functional elements, otherwise known as systems and assemblies. يعني ترتيب المعلومات البناء بناء على الايه؟ على الاجزاء الماديه المنشاه، يعني اللي هي ايه؟ الانظمه او التجميعات او الى اخره، يعني بيتكلم على الايه؟ مثلا ايه؟ العناصر اللي هي تحت المبنى، بعدين فوق المبنى، بنسمي المبنى بتاعه شل، بعدين بنسمي الحاجات اللي جوه انتيريور، بنسمي اللي بره اكستيريور، الفاسادز والكلام ده كله والى اخره، بنسمي الحاجات اللي في السايت بره، كل حاجه بقى مسماتها، يعني دي ايه؟ فانكشنال اليمنتس وايه؟ وسيستمز او اسمبلز يعني. طيب these elements are characterized by their functions without identifying the work results. مش مكتوب فيها ال work result، ما طبعا and the systems that compose them. Elements render a view of a constructed facility different from the view rendered by a breakdown of building materials, products and activities that comprise work results. In this way, any format complements master format. بتكمل الايه الماستر فورمات. هو انت لو عايزين انا رايي العكس، يعني الماستر فورمات يعني النيو فورمات ممكن تشتغل من غير الماستر فورمات، والماستر فورمات برضه تشتغل بس في الماتيريال بس. يعني يوني فورمات سب ديفايد فاسيلتي باي فانكشنال اليمنتس اند ماستر سب ديفايد باي ورك ريزلتس، اللي هو الورك ريزلتس بقى الماتيريال والايه والنتاج بتاع الايه بتاع الشغل يعني. تمام. نقول بسرعه مثلا تتميز العناصر بوظيفتها بدون تحديد نتائج العمل، زي ما قلنا دلوقتي ما لهاش علاقه بالاصدار. تقدم العناصر، طريقه عرض المنشاه مختلفه عن طريقه العرض القديمه لتحليل مواد البناء والمنتجات والانشطه. اليونيفورمات بيكمل الماستر فورمات حسب العناصر الوظيفيه، وقدر الماستر فورمات حسب نتائج العمل. الماستر فورمات حسب نتائج العمل، ماستر فورمات الماتيريال اللي طالعه، يا الماتيريال داخله يا الماتيريال طالعه. يعني هو الماستر فورمات بيزيكلي للايه؟ للماتيريال. خلاص؟ طيب.
as an outcome of the differing view, Uniformat is able to achieve consistency in economic evaluation of existing and new projects, enhance reporting of design program information, especially for preliminary project description and performance specifications, and provide a basis for systematic filing information for facility management, drawing detailed BIM objects and construction market data. يعني اليونيفورمات بتحقق كل التساق في كل حاجه كل حاجه كل حاجه. وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان هم كل سنه في لجنه موجوده كل سنه بتنتظر من جميع انحاء العالم. ما حدش هتوقع ان هي من هناك بس، في جميع انحاء العالم لو في ماتيريال اخترعت جديده واتطبقت في قريه صغيره في الهند وعايز يبعت يقول الماتيريال دي كذا كذا وصفه كذا وتجربه كذا وكذا 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 وكذا، يبعت لهم يدرسوها في التو ليفلز اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت وهيدخلوها. وايه هيدخلوا؟ هتدخل هي السنه الجايه طالما هي حاجه يعني اتعملت وبتدخل يعني. كما يوفر وسيله لتقييم التصميم المستدام، بيقيم السستينبل ديزاينز سستينبل سيستمز والتجمعات على عكس تقييم المنتجات الفرديه. اوكي السكوب بقى العناصر بتاعتها بيعمل ايه اليونيفورمات؟ includes elements for a range of building types and construction related to buildings. بيعمل العناصر بتاعت انواع المباني والمنشات المتعلقه بالكونستراكشن بالصناعه كلها. future expansions ما حدش يحاسبني قوي على الترجمه، الترجمه انا عملتها بسرعه جدا سريعه جدا من الكمبيوتر يعني من السيستمز وبرضه ما رجعتهاش دي، ان شاء الله هظبطها يعني انا ايه for my good reference و for my ايه my future engagement يعني. A future expansions to uniformat will include elements related to other product types in addition to buildings. برضو اي extension the uniformat will include elements related to other product types in addition to buildings. يعني ممكن تتدخل في اي حاجه بعد كده، عشان كده زي ما قلنا هم عملوا التسع elements of breakdown، خلينا نقول تسع ابواب او تسع فصول او تسع سميها زي ما نسميها، وعاملين اخر واحد الزد. الزد اللي اخر النورمال اللي كل مفتوح بقى عندهم من اول الاف لغايه اكس واي زد لغايه اكس واي خلاص. besides elements detailed titles are presented that provide some design the elements that may apply to any given element. New design element titles are cross-referenced to master format. اي design element موجوده جوه خاصه بماتيريال باي حاجه بترجع للماستر فورمات، وهنشوفها بعد كده لما هنيجي نتكلم على ايه العلاقه بين المين فورمات والماستر فورمات. هنلاقي عامل البريك داون بتاعه الزيرو الاول فوق وبعدين ايه النمبر بتاع الفيرست بريك داون هيبان دلوقتي. انا اصلا هحطه في الاول خالص مش هشرح فيه جامد، بس انا قصدت ان انا احطه في الاول عشان تعرف ان الموضوع بسيط. ما في يعني كل ده كلام ان اي حاجه مهما كانت ومهما الناس افتكرت ان هي معقده والى اخره، لا مفيش حاجه في الدنيا تستحيل على انسان ان هو يفهمها او يعرفها ما دام واحد في الكون عرفها انت ممكن تعرفها. The term design elements refers to physical parts of buildings with a particular design, construction or technical solution. المصطلح بتاعت العناصر الاجزاء الماديه للمباني ذات التصميم او انشاء او الحل التقني المحدد. باك جراوند بقى عشان نعرف الدنيا ايه مستند عليه. Construction professionals have focused on the need to better organize project information for many years. هم عايزين يعملوا ايه؟ information لسنوات طويله. يعني ما يعني يعني الناس ما وصلتش للبيم كده، يعني ما حدش فكر ان البيم ده يعني واحد قعد عمل، لا ده مشيت على يعني يعني حاجات كتير جدا عشان توصل للبيم. النهارده البيم كل يوم انا متاكد، انا طبعا انا يعني ماليش في البيم خالص، نفسي بصراحه اتلمس على ايدي باشمهندس عمر او حد من الشباب اللي هو الجمال اللي بنشوفهم، يعني مش هخش فيه جامد لان طبعا دي عايزه بقى تركيز وتخصص، لكن ده الليتست ايشوز للكونستراكشن. مش انا ما اعرفش بيم ما يقولش بقى انا ليا في الكونستراكشن او ليا في اداره يعني. The project manager concepts بيدور على البروجكت انفورميشن
على الوقت سنوات طويله. البرودكت مانوال كونسبت اللي هو البرودكت مانوال كونسبت بتاع دليل المشروع، دليل المشروع او دليل اداره المشروع. في سي ديفيجن فورمات، دي الماده بتاعت ايه؟ الماستر فورمات. خلاص؟ And master format were developed in response to these challenges and have evolved through several revisions. واتعمل منه ايه؟ revisions كثيره قوي. الماستر فورمات بدي من بدري، وكان بدي بال 16 في من الستينات، ووصل لغايه ما بقى ايه؟ والاثنين ماشيين بارل على فكره، يعني ال 16 ده ما اتلغاش لغايه دلوقتي، يعني في ناس كتير شغاله بال 16 على قد المباني العاديه يعني. هي دي، وحتى في برضه ما قالوا الامريكان، قالوا اللي شغالين بالماستر فورمات وباليوني فورمات ما يجوش على 30 40%، ده يبقى كويس قوي 30 40%، لان طبعا دي حاجات بتاعت الايه؟ بتاعت الشركات الكبيره، بتاعت الناس اللي فاهمه بتعمل ايه. انما غالبيه المقاولين اديكم عارفين يعني، يعني ايه؟ يعني ربنا يعني بيصل كل واحد رزقه والى اخره. انما اللي ما اتطورش ومش هيتطور مش هيعيش، مش هيقف ولا هيخسر، لا مش هيعيش. These organizational principles enhance communication within the construction industry, improve the retrieval of construction information, and aid the analysis of construction information, particularly during the detailed design and construction of a project. المبادئ التنظيميه دي تعزيز التواصل بين التواصل داخل صناعه البناء، داخل صناعه البناء نفسها. انت وانت في مصر لو انت بتعمل مثلا يعني تيبل فورمز، هتلاقيها موجوده في الماستر فورمات بايدنتيفيكيشن معين. اي حته في العالم هو نفس الايدنتيفيكيشن، فلو فتحت ماستر فورمات هتلاقيه كذا. لو بتشتغل باسمنت بورتلاندي عادي هتلاقيه الرقم عادي. هتكلم على خرسانه مثلا 250 كيلو جرام اسمنت بورتلاندي على المتر المكعب، والستريس بتاعته مثلا 70 80 100 كيلو جرام على السنتي، هتلاقيه متعرف ومعروف بالنص بالنص فورمات. ولو يعني زي انت عارفين في لما تدخل السوبر ماركت او هايبر ماركت او الاخره، ويبقى فيه الباركود اللي موجود عليه بيحط كده خلاص بيطلع بياخد سعره، فدي برضه تعتبر باركود لكل انواع الكونستراكشن اندستري. تحسين استرجاع معلومات البناء ومساعدة في تحليل معلومات البناء الخاصة أثناء التصميم التفصيلي وبناء المشروع. وهم بيبنوا المشروع، هم بيعملوه بيفصلوه، بتساعد جدا جدا ان المعلومات. طبعا الناس اللي بتشتغل بالكلام ده كله طبعا بيبقوا حافظين حاجات صم، يعني احنا اقصى حاجه كنا نعرفها مثلا ان الخرسانه ثلاثه، المباني اربعه، وهكذا يعني. يعني كم واحده بس حافظينهم يعني، كنا حافظينهم زمان الستات، كنا حافظينهم كلهم اول لاخرهم. ال 15 دي الميكانيكال اعتقد، 16 الكتريكال او العكس، وهكذا يعني. احنا الشغل هو اللي بيخليك تبقى حافظ وعارف الدنيا ماشيه ازاي. بس احنا المفروض احنا دلوقتي ما بقاش في وقت انت بقى تدخل حته وبعدين حتى ايه يبتدوا يسالوك وتسالهم، لا ده انا مش عارف، لا ده قولوا لي، لا ده انا مش عارف. لا انت تدخل بقى ايه تارس زي ما بيقولوا في بالبلد يعني، انت تدخل فاهم عارف يعني ايه كل الترمينولوجي بتاعتك، عارف يعني ايه كل الايدنتيفيكيشن بتاعك وهكذا. The production industry needed a consistent, expandable organizing concept to standardize the information developed in addition to those developed more explicitly for organizing construction documents. احتاجت يعني دلوقتي في الكونستراكشن دوكيمنت، احنا عملنا لا ما خدنا، ما عملناش لسه الفايلنج سيستمز، ما عملناش، احنا عملنا الدوكيمنت مانجمنت والديزاين اوف دوكيمنت يعني. طيب ما عنديش مشكله. طيب this includes information used to evaluate and compare alternative construction concepts in terms of facilities, function and parts, particularly during early design stages. And يعني الصناعه كانت عاوزه ايه؟ كانت عاوزه تعمل حاجه ايه؟ تظبط لها المساله. يبقى انا الجير في كل حته في العالم له اسم واحد او له يعني ايه ايدنتيفيكيشن واحد. الاسمنت العادي مثلا كده، الاسمنت الحديدي زمان كان عندنا، كان زمان بيشتريه 5 جنيه ونص الطن، دلوقتي عالم بقى كام يعني، اللي هو كنا بنعمله بالمباني والحاجات اللي هي العاديه. الاسمنت البورتلاندي العادي كده، الاسمنت السريع كذا
يبقى في كل حته في العالم، في العالم هم طبعا عاملينه الامريكان والكنديين مع بعض عاملين الكلام ده، لكن ما يعرفش حد يعني. واحنا بنتكلم دلوقتي هنعرف ان ده ما بداش حتى في امريكا ولا في كندا، ده بدا في اوروبا، هنشوف دلوقتي. شمل ذلك المعلومات المستخدمه للتقييم ومقارنه مفاهيم البناء البديله من حيث الاجزاء الوظيفيه المشاهه، لا سيما خلال مراحل التصميم المبكره. هتلاقي مثلا ايه الاندر جراوند، هتلاقي مثلا في الاساسات، خرسانه عاديه، الاساسات وهكذا. الماتيريال بعد كده في خرسانه، في حديد، في خشب، في الكلام ده كله بيدخل ايه على الماستر، على الماستر فورمات عشان ياخد منها البيانات بتاعته. الباك جراوند، there was a need for organizing documents for use in reporting the owner's program information and the designer parameters and criteria for early design stages. كان في حاجه تنظيم المستندات، بس هو مع تنظيم المستندات لازم انظم برضو ايه حاجتي، انظم الماتيريال بتاعتي، انظم كل حاجات الريسورس اللي عندي كلها من الاخر بقى خلاص. There is also a need for an organizational structure for the evaluation of completed building. يعني عشان اخلص البيلدنج بتاعي هنلاقي، ما هنبص على التسع تقسيمات، وعشان نحطهم في الاول، احطهم في الاول هتشوفهم يعني، وبعدين هنتكلم عليهم بعد كده في اخر محاضره اللقاء ده او المحاضره الجايه ان شاء الله. Facilities fiscal model on this program and design parameters and criteria can evolve through all production phases and can be introduced into and compared with construction documents at any phase. يستمر النموذج المالي للمنشأة وبرنامج المالك ومعاييره ومعايير المصمم في التطوير خلال جميع مراحل المنتج. يعني ده بيخدم المشروع من أول ما هو فكرة لغاية إيه ما تخلصه. فده بينطبق مع إيه؟ مع البيم، لأن البيم بيبتدي معاك من وأنت بتفكر برضه، عشان برضه إيه إحنا بنتكلم على بروجكت برضه، خلي بالنا من حاجة عشان برضه برضه إيه نبقى بنتكلم على بروجكت في كل فيزز بتاعته. والكلام ده احنا برضه قلنا قبل كده، برضه اكد عليه تاني عشان الناس اللي بس بتعرف من الاولاد ما تفتكرش ان البروجكت بدا من ساعه ما وصل لها. هو الجزء بتاعه بدا من عند الكونستراكشن فيز، بس دي كونستراكشن فيز قبليه ثلاثه اربعه فيزز، البري فيزيبيليتي والفيزيبيليتي والديزاين والبروكيورمنت. بعد البروكيورمنت في ايه؟ الكونستراكشن اللي هو المقاول بقى بيدخل فين؟ ما بين البروكيورمنت والكونستراكشن، وبعدين البروجكت بقى ايه؟ الكونستراكشن، وبعدين البروجكت هاندنج اوفر وكوميشن هاندنج اوفر، وبعدين ايه انش هاندنج اوفر، وبعدين ايه الفاينل هاندنج اوفر، والايه البوست ايفاليشن، اللي هم السبع مرات بتاعت المشروع. يعني نحط في دماغنا المشروع ده كانت فكره، اي فكره، اي فكره، وايه وانا عايز انفذها، فبعمل لها البرنامج بتاعها، بعمل لها الريسورس بتاعتها والتايمنج بتاعها والكواليتي بتاعتها، كل الباقي ده دي عمليه ايه؟ ان انا ازاي اوصل بان انا انفذ الفكره دي بايه؟ بالاهداف بتاعتنا اللي هي ايه؟ احسن تايم او الوقت المحدد، بالكوست المحدد او باحسن كوست، وبالايه؟ وبالكواليتي اللي هي ايه؟ احسن كواليتي يعني، او الكواليتي المتفق عليها، مش حاجه اسمها احسن كواليتي يعني. طيب التاريخ بقى هنا عشان نعرف بدات فين؟ بدات السويد ده اول حاجه. طيب Construction information arranged according to functional building elements was first introduced outside of the United States. أول حاجة بدأت إيه؟ بره أمريكا. Elements were included in one of the five tables in a comprehensive Swedish classification system known as Swedish FB. أو Samarbetskommittén for by GNADS FRC كور سيجا كور، يعني ايه؟ يعني دي على فكره ده مش الماني قوي ده. سمر بيتس كوميتن، سمر بيتس كوميتن دي بتبقى الماني ممكن، انما دي يعني ما اعرفش، انا طبعا الواحد نسى الكلام ده كله. فبقول لكم يعني اول ما بدا خمس جداول في تصنيف سويدي، كان في السويدن كذا في عام 47، السويد لجنه 32 منظمه رئيسيه في صناعه البناء، وبداوا يشتغلوا عليها. طبعا مفيش حاجه بتقعد في حته واحده ولا بتستمر في حته واحده، يعني السويد ما تقولش خلاص حقق اختراع بقى يعني. لان برضه لو نعرف حاجه، كان برضه ما بين امريكا واللي بدات يعني الكريتيكال باث كانت شغاله في امريكا، والبيرت كانت شغاله في انجلترا، التقوا في الاخر
وبقوي حاجه واحده دلوقتي. يعني الفرقه البسيطه يعني فيها بقى عشان الحسابات التايمز، والتي قدمت في احد التصنيف تم نشر اول عمل لها في عام 1950. شوف من سنه كام، عشان كده بقول لكم احنا ايه كان الريت بتاعنا وبتاع تقدمنا كان يعني يعني خلاص الجريان الحقيقي بقى الحقيقه يعني بدا بعد بقى في اخر 1980 من التسعينات، بس ما كانش حد محسوس، ما كانش حد حاسس بيه. ومن 2000 بقى وانت جاي، اللي واقف عند ال 2000 وما كملش وما درسش وما فكرش وما اشتغلش ينسى ان هو ما افتكرش ان هو يعني ايه، ان هو يعني بيعرف حاجه يعني. بيعرف طبعا عشان بس ما ايه ما نزعلش العواجيز اللي الشباب اللي زينا قصدي، انما يعني ايه لازم طلع مستمر ودراسه مستمره وهكذا. في شكل مواد عامه ومواصفات عمل للمباني، كان لك هذه المجموعه من القواعد والمسائل المرتبطه وفقا للايه؟ السويدش اف بي. خلاص؟ يعني هي اللي بدات الموضوع ده في ايه؟ في السويد، وعملت ايه؟ خمس جداول شامله من هذا الكلام. بعد كده نشر المعهد الملكي او ذا رويال انستيتيوت فور تشارترد سيرفيرز، ده موجود في انجلترا ولغايه دلوقتي موجود. Published standard list of elements in 1969, standard form of cost analysis. Standard cost of cost analysis يعني ايه؟ القائمه القياسيه للايه؟ لتحليل الكوست، تحليل التكلفه يعني. Which was reprinted in December 1995. شوف 95 95 هو انا بالنسبه لي قريب، انما طبعا بالنسبه لكم هتبقى حاجه قديمه يعني. The Canadian Institute of Quantity Surveyors published Elemental Cost Analysis Method of Measurement and Pricing. من دي اتحركت ايه؟ كندا، لان طبعا ايه؟ كندا لغايه النهارده تحت التاج البريطاني. خلاص؟ بعد كده in the early 1970 the first element based classification in the United States was developed. بدأت الـ United States تشتغل على الايه؟ by the American Institute of Architects AIA، دي موجودة لغاية دلوقتي وشغالة واسم كبير وعمل حاجات كتير جدا يعني، ما زالت منظمة قائمة وشغالة فل يعني. For the General Services Administration GSA Uniformat format has since been used by US Federal Agencies RS means and others. فإيه بدأت يشتغلوا بالإيه؟ Uniformat من أيامها من سنة 70. احنا نعرف الكلام ده 16 بند من زمان قوي، اعتقد انها برضه كنا بدأنا نشتغل بيك مش يعني مش عايز افتكر حاجه، مش عايز افتكر حاجات رفيعه دي يعني، دي يعني حاجات بالنسبه لنا يعني لما يعني كانت ما هم كانت 16 بند على ما اعتقد برضه، حتى كان في عندنا في مصر برضه كانوا واخدين نفس القصه دي، لكن دلوقتي ما بقاش كده، ما ينفعش الواحد يقف على كده. في عام 1989 بدات لجنه فرعيه الاي اس تي ام، طبعا دي منظمه معروفه الامريكان سوسايتي اوف ايه التستنج اوف ماتيريال، دي اسهم موجوده وبتتجدد وكل يوم ابحاث وكل يوم وهكذا، المعنيه باقتصاديات البناء في توحيد تصنيف لعناصر البناء في عام 1990، اصبح معهد مواصفات البناء اللي هو سي اس اي اللي هو الامريكان كونستراكشن سبيسيفيكيشن انستيتيوت، اتكلم عليه قبل كده سبيسيفيكيشن انستيتيوت، نشطه في مجموعه العمل التابعه للجنه الفرعيه بتاعت الاي اس تي ام. الاي اس تي ام دي عشان كده هي ماتيريال، الاي اس تي ام دي بتاعت الماتيريال، خلي بالنا American Society of Testing of Material. فاللجنه طالعه من جواها عملت الايه؟ اللي هي عمل معهد مستثمر اللي هو السي اس اي، ومنها طلع ايه؟ الايه؟ الماس انفورمات. تشمل منظمات المشاركه الاخرى الرابطه الامريكيه لمؤسسه التكلفه، والجمعيه الامريكيه لمؤسسه التكاليف المحترفين، والجي اس اي، جي اس اي مش فاكر بالظبط ايه دلوقتي، قياده هندسه المرافق البحريه، وايه والاير فورس واليو اس ارمي كور اوف انجينيرنج. على فكره اليو اس كور اوف ارمي اوف انجينيرنج بشتغل شغل عالي جدا جدا، اشتغل معاهم فتره صغيره هنا في مطار جانكليس، وناس هايلي هايلي كواليفايد وبيفهموا وعارفين كويس قوي بيعملوا ايه، وعندهم سيستمز بتاعهم يعني، يعني الكلام اللي هو معروف ده والسوق ده كله من اول لاخر، هم النواش بتاعهم والابلكيشن بتاعهم عالي جدا يعني حقيقه حقيقه يعني ما يعني. طيب
ده التاريخ بتاعهم. وعرفنا بقى ان الدنيا ما بدأتش في امريكا ولا في كندا، بدأت فين؟ قلنا فين؟ حد يرد؟ خلاص. المهم اس تي ام وركينج جروب اند دي او دي. دي او دي اللي هي ايه بقى؟ انا عملتها، انا طلعتها، اللي هي بن اوف ديفنس، اللي هي ايه، اللي هي انا كتبتها سموير، اللي هي البريفيوس، اللي هي دي او دي، اللي هي الجيش الامريكي يعني، حدبان انا كتبتها. تراي دي او دي تراي سيرفيس كوميتي اتش بريبيرد فيرجنز اوف ان اليمنت. كل كوميتي اخذت فيرجن من الاليمنت بيز فورمات in the first half of 92. The two formats were similar but not identical. In August 1992, the National Institute of National of Standard and Technology published new format 2, a recommended classification for building. طبعا الكلام ده كله يعني هو موجود على فكره بالنص في الكتاب بتاع اليونيفورمات فورمات. انا حبيت برضه ايه تبقى عارفين الموضوع من اوله خالص. يعني مش هو مجرد ان انا جايب لك يعني ريزلت وخلاص واحفظ ولا تبقى انت عارف اقوله ايه واخره ايه. خلاص. فورمات 2 was influenced greatly by discussion held at ASTM working group meeting. ASTM اللي هي ايه؟ الجزء اللي منها عمل ايه؟ عمل الماستر فورمات. اوكي؟ طيب. تم رش الاصدار الاول من الوي فورمات بوس سي اس اي. خلاص الكوست الكونستراكشن سبيسيفيكيشن انستيتوت كاصدار مؤقت، عاوز اصدار مؤقت الاول. هم كانوا بيعملوا كده اهو. ديبارتمنت اوف ديفنس اللي هي ايه؟ دي او دي انا ديبارتمنت اوف ديفنس. هم طبعا الكتب الامريكاني والمراجع الامريكاني كلها بتعمل مختصرات بس يعني ايه دي ما بحثتش عنها وعرفتها. ديبارتمنت اوف ديفنس في 18 فورمات انترم اديشن مع اصدار عام 1992 من دليل ممارسه سي اس اي شامل تنسيق مع 1988 الماستر فورمات. تم نشر هذه طبعا مؤقتا لاستخدام التجريب والتعليق، يعني بدا من 88 استخدام التجريب بقى ايه وتعليق. طيب بعد نشر اصدارات كذا يتم اختراع وقبول كذا في عام كذا معيار اي اس تي ام As the publication of NIST and CSI version, ASTM balloted and accepted in format 2 in 1993 as ASTM Gaza. فالمهم يعني ده كل اي تواريخ يبقى يتعاد عليها يعني او يتبص عليها يعني. هي انا بس انا حبيت اوريك يعني ايه الموضوع جاي منين، يعني ما مش حاجه تفكيره كده ولا اتعملت بدأ، لا دي اخد شغل واخد التاريخ واتجاهه في اوروبا وخلاص. طيب هنا بقى البيزك اورجانيزيشن بقى نيو فورمات. احنا قلنا الكلام ده قبل كده برضه ايه، هتلاقيني ده بقوله كتير وهنشوف دلوقتي برضه. انا عملت بريك داون وبسطته جدا عشان تبقوا عارفين الموضوع من اسهل ما يكون. نيو فورمات كلاسيفايز انفورميشن انتو ذا فولوينج 9 ليفل 1 ايلمنتس. احنا بنعمل بريك داون عشان بنحط الاول فوق بعمل البروجكت كذا وبعدين بقول هنا كذا هنا كذا هنا كذا هنا كذا، بعمل بريك داون للفيرست ليفل. فدي ايه الفيرست ليفل في البريك داون نفسه. خلاص. طيب اول حاجه ايه؟ انتروداكشن خلاص. وبعدين السبستراكشر اللي بين التحتيه، يعني اي حاجه بتتبنى تحت وش الارض من المباني او اي شغل خدمات او اي حاجه. بعدين الشل اللي هو الهيكل. بعدين الانتيريور اللي هو التصميم الداخلي. بعدين السيرفيسز. بعدين اكويبمنت اند فرنشنج اللي هي الايه؟ المعدات والمفروشات. بعدين ايه سبيشال كونستراكشن اند ديموليشن دي ان بس مستخبيه يعني. الديموليشن يبقى ايه؟ البناء الخاص بالهدم. البيلدينج سايت وركس بناء موقع العمل. اخر حاجه بقى الجنرال. الجنرال زي ما قلنا خلي التعتين لها الزد عشان ايه عندك ايه؟ جي اش اي جي كا ال ام ان او بي كيو ار اس تي يو في دبليو في اكس يجريك. يعني شوف ايه؟ كم يعني 18 حرف يعني ما بين الجي والزد دي في 18 قابلين ان هم ايه يضيفوا عليهم اي حاجه. طبعا هم ناس من شافوا ان التطور اللي بيحصل في كل حاجه، ففاتحين الباب ان عشان ما نجيش بعد كده نلاقي نفسنا ايه لازم نعيد كله من الاول. وتتعلموا طبعا من التاريخ لان دي ما جتش من اول مره.
يعني الكلام ده مين فورمات او مصر فورمات مش اول مره، عشان كده زي ما قلنا في المصر فورمات سابوا حتت فاضيه في السكه اكسبكتنج جدا الحته دي اللي هتتطور اكتر، وسابين مثلا 10 12 حته فاضيه في الايه في المسافه ما بين 1 ل 50 عشان اي تطور يحصل واي حاجه تحصل. طيب هنا بقى ده الشغل بقى اللي انا عملته عشان ايه ابسط لكم الموضوع. اول فصل في اليونيفورمات هو الانترودكشن، ده اول حاجه اللي هو الزيرو اللي هو في قبل كده اهو اللي هو ده اللي هو الايه انترودكشن اللي هو ده، وراح تبقى الاي بي سي دي اي اف جي. فده احنا ايه هنبص عليه دلوقتي ونشوف مدى السهوله اللي هو ايه اللي هي معموله بيها. فده ايه اول ليفل في الايه في الروبي داون ستراكشر. يعني المفروض ان هنا اهو ده البروجكت، وهنا اول حاجه فيه ايه الانترودكشن. اول حاجه اللي هتبقى 10 يعني 10 20 30 40 كل واحده منهم من 2 ايه 2 ديجيتس. طيب ده البروجكت ديسكريبشن. البروجكت ديسكريبشن بقى اللي هي دي اول باب هنقول في ده الانترودكشن لسه ما كناش بنعرف حاجه. اول حاجه 10 10 البروجكت سامري خلاص بقى، يبقى ده قريته ايه 1 0 1 0 يعني الانترودكشن دي ب 0 0 0 1 0 0 اللي هي بروجكت سامري. يعني بروجكت ديسكريبشن هو دي اول صف اهو تحتيه تحت بروجكت ديسكريبشن بقى كل واحده لها دي تحتها ايه بروجكت سامري البروجكت بروجرام البروجكت كريتيريا ملخص المشروع برنامج المشروع كريتيريا اللي هي الكريتيريا اللي هي الايه كريتيريا اللي هي حدود المشروع يعني الكريتيريا بتاعته اكزيستنج كونديشن لو في ظروف حاليه الاونرز ورك لو العميل عنده اشغال معينه وحاجات ما لازم تتعمل البروجكت ايه فاندنج اللي هو ايه الفاندنج اللي هو التمويل بتاع المشروع. فدي ايه ده اول باب. شوف كل دي ايه 10 10 10 20 وهكذا كل واحده من دول في تحتها بريك داون تاني نخلي بالنا خلاص. بعد التاني ده يبتدي يدخل ايه لو احتاجنا بقى هيدخل بقى في الماتيريال وفي اي حاجه هيبتدي تدخل الايه الماستر فورمات هتبان دلوقتي بعد كده. يعني انا بس انا حبيت اقول انا ايه يعني عشان تعرف احنا بنتكلم على حاجه ابسط بكتير جدا 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 من اي تفكير. يعني هي تبلو صعبه جدا لكن هي بمنتهى السهوله. الاونر ديفلوبمنت او بروجكت ديسكريبشن اهو، بعدين الاونر ديفلوبمنت اللي هو ايه الاونر ديفلوبمنت اللي هو التطوير العملي لصاحب الشغل. يعني عندنا السايت اكوزيشن الحصول على الموقع البيرمتس اللي هي التصاريح او التراخيص والتصاريح كان بيقول الاخر، بعدين البروفيشنال سيرفيسز اللي هي الخدمات الايه الاحترافيه او المتخصصه الاذر اكتيفيتيز اي اكتيفيتيز بيعملها الاونر ديفلوبمنت. يعني انت دايما يعني هم اتعلموا ان ايه ان دايما يسيبوا بنود تفتح لك مجال الاضافه من غير ما تاثر على النظام ككل. فدي حقيقه يعني ايه دي ما جاتش من السهل، دي جت زي ما بقول لحضراتكم يعني بيشتغلوا من الاربعينات فعدوا عليهم مجال وبيتعلموا بيتعلموا احنا كلنا بنتعلم كلنا بنتعلم بنتعلم مش من مره ولا اثنين ولا ثلاثه. يعني البادجت بروجكت البادجت بتاع قد ايه البادجت ايه فينشنج البادجت بتاع البادجت بتاع الفينشنج. فدي كل دي ايه ادي ايه يعني ده الفيرست لاين وده السكند لاين يعني هيبقى فيه ايه 20 دي فوق و10 20 20 20 30 20 50. يعني في واحده هنا المفروض 20 40 سايبينها خلاص، هنا 20 60 20 70 سايبينها، هنا 20 90 20 90 80 و90. البروكيورمنت ريكوايرمنتس البروكيورمنت ده داخل في حاجات كثيره جدا. البروكيورمنت عاده يعني له معنيين عاده. البروكيورمنت اللي هو التوريدات هي الترجمه بتاعتها توريدات، لكن احنا هنحطهم مع بعض من الاول خالص وعارفين في بروكيورمنت فيز اللي هي ما بين الديزاين وما بين الكونستراكشن اللي هي بتاخد دوكيومنتيشن طالعه من الكونستراكشن من الديزاين وبتعمل ايه بقى ايه؟ بتدور بقى على تعاقدات للمقاولين الموردين تعاقداتك من اول لاخرها
والدراسات بتاعتها والعقود بتاعتها واستلام العقود وايه وتقرير العقود والكلام ده كله، ده اللي بيسمى بروكيورمنت. وبيسمى بروكيورمنت برضه اللي هو ايه، اللي هو التوريدات اللي في الموقع. بروكيورمنت سواء لل اسمه ايه ده، اللي هم الثلاثه اللي هم الريسورسز اللي هي ايه، مان باور وماشينري وايه وماتيريال، ده بتعمل بروكيورمنت برضه. بيبقى في بروكيورمنت مانجر بيعمل هذا الكلام، والجفر بيعمل ايه، العقود، يعني جزء من اللي هو اداره من اداره العقود يعني. مش العقود، خلي بالك البروكيورمنت دي مش العقود، هو فيها جزء طبعا كتير عقود، لكن البروكيورمنت اللي هي التوريدات يعني. بروجكت ديليفري، سوليسيتيشن، انستراكشنز فور بروكيورمنت، افيلبل بروجكت انفورميشن، بروكيورمنت فورمز اند سبلمنتس. مش هخش في ده قوي دلوقتي، ممكن نتكلم في شرحه بعد كده لما ندخل في التفاصيل، لكن اقول لكم على الموضوع، هقول لكم ان هو بسيط يعني. ده الكونتراكتنج ريكويرمنتس، كل ده تحت ايه؟ اول فاست اللي هو الانترودكشن تحتيه دول، وكل واحده دي تحتيها ايه؟ السكند بريك داون بتاعها. ده هيبقى الثيرد، ده اول بريك داون، ده الثاني، ده الاربعه دول الثالث بريك داون على الليفل الثالث اللي تحت. ده بالنسبه لدول، في واحد تاني فوق لسه اللي هو ايه؟ اللي هو العام نفسه، اللي هو خلاص؟ Contracting forms and supplements، النماذج بتاعت المقاول، ده Contracting requirements بقى، الشروط بتاعت المقاول، the project's forms, conditions of contract, revision, clarification and modification. خلاص؟ الايه بقى؟ الايه بقى ده substructure. هنا عشان نعرف ان الموضوع يعني انا عملتهم وجهزتهم في الاول ليه؟ عشان نعرف احنا شغالين ازاي، يعني نبقى فاهمين ان الموضوع يعني مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. والمانجمنت كله على فكره يعني، هو من كتر ما هو المانجمنت ما هو بسيط، ناس كتير بتعتقد ان هي بتمانج بس، طبعا ايه، بتشتغل لا، المانجمنت له قواعد وله اصول وله وتقدم كل يوم، وكل يوم فيه سيستمز جديده وحاجات جديده. ده مين بقى اللي اشتغل في مسار جنرال كريس دي؟ نجام اي بي بي سوزا، هشام المصري 79. ده اكيد اكيد هنعرف بعض اكيد، مهندس هشام المصري. كان في شباب زي الفل، كان في شباب زي الفل يعني. انا لغايه ما اشتغلت في الشركه دي كنت فاكر نفسي ان انا يعني حاجه جامده قوي، دخلت عشت الشباب، شباب جميل جمال غير عادي، وشفتهم في كل حاجه. كل ما اروح الخليج في حته الاقي واحد فيهم بيتعلق في رقبتي يعني، حقيقه يعني. substructure foundations، اول حاجه في substructure foundation، standard foundation لو هي انواع الفاونديشنز بقى اللي تحت، او special foundations. standard foundations يعني قواعد، اساسات، لبسه، خوازيق. لو special foundations حطوا الخوازيق من ضمنها الديب، يعني في انواع كتير من الفاونديشنز يعني، تبتدي يا اما رفت يعني فاونديشن فوق يعني، في مش ديب، وتخش في الديب بقى بعد كده، اذا كان في بايلز، اذا كان في ديافرام وولز، اذا كان في اي حاجه، بتخش في ايه، في الحته بتاعت الفاونديشن اللي هي ما هي اللي هي الايه، سب ستراكشر، سب ستراكشر يعني ما تحت المبنى يعني. سب جريد انكلوجر، ادي الايه الرقم الثاني يعني، 1 2 3 4 5. ونلاحظ برضه دايما ايه يعني، دي A 20 دي A 40، مش موجوده اي 30، ما حدش ذكر انها غلط، لا، بس هم سايبين حاجه ما بين الاي 20 والاي 40 عشان ايه؟ ده الاحتمالات عم اي تقدم اي حاجه بقى ما بين الاثنين دول. الوولز فور سب جريد انكلوجرز هنا، معلش بقى، ادي برضه ادي ليفل ثاني اهو، شوف هنا بقى ايه؟ ادي الايه؟ سب جريد انكلوجر وول كونستراكشن، يعني ادي ده ليفل يعني، ادي الليفل لو اعتبرنا ده واحد يعني، مش واحد ده اثنين، وده الليفل اثنين، ده الليفل ثلاثه، خلاص ثلاثه هو بعد كام؟ A 20 10، وبعدين A 20 10 وايه؟ وبعدين 10، دخلنا في الايه؟ فادي اللي هي الانكلوز السب جريد انكلوجر وول كونستراكشن، بعمل وول كونستراكشن. طب وول كونستراكشن هيبقى محتاج ايه بقى؟ كاستنج بليس كونكريت از اكزامبل، عشان نعرف ان دي بقى دخل تاني يدخل ايه، انا حطيتها مخصوص اهي، طلع ماستر فورمات يعني، انا مصممها مخصوص عشان
ابين لكم يعني العلاقه ما بين اليونيفورمات والماستر فورمات، وان الموضوع يعني ايه، مش قصه. اما جه هنا اهو يعني ادي ليفل، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. عشان الرابع حصل فيه ايه؟ بقت ايه 3 ديجيت 6 ديجيت اهي 20 10 0. ادي 20، ادي ايه ايه 20، بعدين ايه 20 10، وبعدين ايه 20 10 دوت 10. خلاص عايز بقى اخش في الماتيريال، بروح جايب ايه؟ قال لي 3 30 0 0 دي الكاستنج بليس كونكريت اللي خلصنا الاحداث. لو دخلت على الـ على الـ 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 الفورمات اللي هو الماستر فورمات، هتلاقي الكاست ان بليس كونكريت ده الايه، ده الايدنتيفيكيشن بتاعها 033000. الثاني بقى ايه؟ اليونت ميسونري اهي دي 04 دي 42000. هتلاقي بقى الميسونري في انواع بقى من الطوب السيمنت والبريك وكل انواع كل حاجه في البتاع، يبقى كل واحد له ايه؟ له ايدنتيفيكيشن بتاعه زي ده كده. وصلت النقطه، انا حطيت ايه؟ دي ماستر فورمات. كل حاجة واضحة؟ هل في سؤال؟ في أي حاجة؟ هل في حاجة واضحة؟ من جنب المكتب الفني كهرباء. أهلا بيك، أهلا بيك باشمهندس هشام. خليني على اتصال كده إن شاء الله ونفتكر بس الأسماء الجميلة بتاعت الشباب اللي كانوا موجودين. كلهم والله غالبًا ما رحتش بلد إلا لقيت فيها ناس من كانوا شغالين من جنب أي بي بي سوزا يعني. حقيقة يعني حتى كانت جميلة أوي. سلاب أون جريد. يعني ده الإيه؟ السب جريد كروز، سلاب أون جريد بقى اللي هي الإيه؟ تبقى فوق الليفل الفوقاني ده، كل ده سبستراكشر لسه. الستاندرد سلاب اون جريد عاديه، ستاندرد عاديه بقت ايه؟ ايه 40 10 ستراكشرال سلاب. اكتر ستراكشرال سلاب اون جريد في ستراكشر، وفي ممكن تبقى بلين كونكريت. خلاص دي ايه؟ ايه 40 20 سلاب ترنشز. ممكن تعمل ترنشز في السلاب، يعني بلاطه ماشيه كده وبعدين في ترنش موجوده هتحط فيها حاجه من ضمن اللي تحت، يعني هيمشي فيها مواسير، هيمشي تمشي فيها تصريف حاجه وهكذا. ترنشز بيتس اند بيزس. بيتس اللي هي ممكن بيت هتبقى مثلا هيتسقط فيها حاجه، هيحط فيها هيصرف فيها مجاري، هتبقى اوض كهرباء، هيبقى اي حاجه تبقى جوه الايه؟ البيتس اند بيزس. سبلمنتري كومبوننتس، اي حاجات ايه اضافيه. زي ما قلنا ادي ليفل، ادي ليفل طبعا دي ليفل 1، ليفل 2 اللي هي 40، بعدين ليفل 3 40 10، كل دي بقى ايه 20 كذا كذا، بقى دي في نفس الليفل بتاع الايه؟ الاي 10. انما هنا لما جينا عملنا ايه؟ ادي ليفل، ادي ثاني ليفل اي 20 10، وبعدين اي 20 10 دوت 10، وبعدين ايه؟ بدا يدخل بقى الايه؟ الايه الماستر فورمات. الووتر اند جاز ميتيجيشن، الميه والغاز وكده. بيلدينج سب درينج اوف جاسينج ميتيجيشن. بعد كده الايه سبستراكت ريليتد اكتيفيتيز. خلاص substructure excavation construction dewatering excavation support soil treatment. دي بقى مجموعه الايه الحاجات اللي بتتعمل عشان اوصل للليفل اللي تحت. يعني دي في substructure excavation الحفر اللي هو تحت المبنى، في يبقى في dewatering. dewatering ده طبعا ده كذا نوع، اشهرهم اللي هو الويل بوند سيستم او الديب ديب ويلز، دول اشهر حاجه يعني عارفينهم حافظينها. في ممكن تتاخد بسامبس عادي في طرق يعني قبل كده بشويه. الاكسكافيشن سبورت اللي هي سند الحفر، وبعدين ايه السويل تريتمنت اللي هو عباره عن سويل تريتمنت بقى، السويل عايزه تتعمل لها تتصلح، تتحط لها بتاع، تتحط يعني رمله متكوكه، يتحط مثلا خليط زلط ورمل، يتحط تبع الديزاين بقى بتاع الكونسلتنت بتاع المشروع. طيب بعد كده الشل، ادي الايه الشل طلعنا فين بقى دلوقتي؟ طلعنا فوق الارض. طيب سوبر ستراكشر، بعدين فلور كونستراكشن، فلور خلاص، والروف كونستراكشن ده الدور، ودي الاسقف، وبعدين دي الايه الايه السلالم. سوبر ستراكشر عباره عن كده فلور وروف الارضيه
والسقف والايه والسلالم. بعد كده الاكستيريور فيرتيكال انكلوجرز اللي هي الايه الفيرتيكال الغطاء اللي بره يعني اللي هي اهو الاكستيريور وولز اكستيريور ويندوز وولز اكستيريور ويندوز اكستيريور دورز اند جريلز اكستيريور لوفرز اند فنتس اكسترنال وول ابارتنسز اكسترنال وول سبيشاليتيز. يعني ادي كل الحاجات الايه المكونات اللي هي كل واحده من دول تحتيها كتير قوي قوي قوي. هنا بقى الايه الاكستيريور هوريزونتال انكلوجرز الروفينج الروف ابارتنسز ترافيك بيرنج هوريزونتال انكلوجر هوريزونتال اوبننجز اوفر هيد اكستيريور انكلوجرز. يبقى دي ايه ادي الشيل فيه ثلاث مكونات السوبر ستراكشر والاكستيريور فيرتيكال والايه والاكستيريور هوريزونتال انكلوجرز ثلاث او يبقى دول ايه ثلاث ليفلز برضه ده ليفل ثاني ليفل ده ثالث ليفل. لما حابب يدخل فيه رابع ليفل تحت دي بيحط خمس ليفل اللي هو جاي منين؟ اللي داخل في الماتيريال من الماستر فورمات. حد شايف حاجه في الكلام ده مش واضحه او مش مهمه او الى اخره؟ هل شايفين الكلام ده يعني غريب بعيد ولا اعتقد في ديلينجهام اللي اشتغل في ديلينجهام ده يكون شاف الكلام ده لازم يكون شافه لازم يكون شافه. كان في بلانرز في ديلينجهام برضو عرفتهم واشتغلوا معانا بره كان في ناس برضو قابلتهم في دبي وناس قابلتهم في قطر حقيقه يعني ديلينجهام بيدو سوزا ده كان مشروع يعني كان مختار ناس مهندسين كويسين قوي يعني. انتيريورز وبرضه بالمناسبه على فكره هقول لكم على حاجه عشان برضه تبقوا عارفين ان اما يبقى الـ 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 يعني دي قصه انا يمكن قلتها لكم قبل كده بس برضه بقولها لكم تاني. لما دخلت السي في على مدير المشروع بص لها كده قال لي لا اي كانت اسس يو راح اعطيها المين لايه لمدير المنطقه بقى كلها اللي هو اخره. الراجل كان جميل قوي ابتسامته ولا تنسى بص لها كده قال لي انت عاوز كام؟ ما تسالنيش سؤال واحد فانت بيبان على طول ان السي في بتاعتك انت مش جايبها بقى مش عامل لها داونلود بقى وحاطط ارقام وحاطط حاجات لا بقى بتبقى باينه يعني مش مع بتبقى ايه يعني انا مش بتكلم عن نفسي انا عجزت ان انا اقول على نفسي حاجه يعني طب بس انا بقول لكم على حاجات حصلت في 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 في, 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 في الحياه من الواقع العملي عشان واحد يحط دماغه وما يفتكرش ان في حاجه معجزه ولا تسمح لحد انه يبقى احسن منك. يعني اي حد من ليك انت النولج تبقى عارف انت هتشتغل ايه هتشتغل في كونستراكشن يبقى انت عارف كل الكونستراكشن سيستمز وعارف يعني ايه كونستراكشن بلان وعارف يعني ايه ريسورسز وعارف يعني ايه تثبت عن برنامج زمني تبقى عارف تبقى دارس وعارف كل ما المفروض تدرسه. مش انا مش بسوق الاداره ولا حاجه يعني انا بتكلم ان كل واحد يبقى عارف بالظبط هو اتخصص في ايه ومكمل على ايه ولغايه ما يوصل بروجكت مانجر بقى او لو هو بيفكر في انه يبقى بروجكت مانجر. في ناس بتعيش طول عمرها مهندسين يعني في ناس مهندسين كبار اساتذتنا كبار يعني خلاص ده استاذ دكتور مهندس او مش دكتور مهندس المهندس بس الله يرحم علي عزام الله يرحم يخدم بالفيوم الناس عباقره يعني دكتور حسين اللي هو كان مكتب الشيخ كبير قوي حسين صبور يعني دول اساتذتنا هو ما ملوش دعوه بالمانجمنت او بيعمل مانجمنت بقدر الامكان انما تكنيكال لا يعيبه يعني. فانت المفروض كل واحد محدد في ناس عايزه تشتغل في الكواليتي بيعرف كويس قوي يعني ايه كواليتي تديها منين يوصل لايه اما يوصل للسكس سيجما واللين سكس سيجما انما يعني مش خلاص يعني مش اي حاجه لا ابقى عارف انا اتجاه ازاي انا ماشي بقى في الـ في الـ في الـ في البيم بقى الباشمهندس عمر بقى يبقى ايه يتحفنا بلقائه بمحاضره يعني ايه يعني دي من اهم الحاجات الموجوده دلوقتي في الـ في الـ في الكونستراكشن يعني وبدات تتحرك كويس يعني. طب الانتيريورز بقى هنا في الانتيريورز ادي اول تايتل هو الاول ليفل في الانتيريور كونستراكشن في الانتيريور ايه فينيشز كونستراكشن في ايه في الانتيريور بارتيشنز كم نوع من انواع بارتيشنز بقى في الانتيريور كتير قوي في
طوب اسمنتي، وفي طوب احمر، وفي طوب خفاف، وفي طوب كتير قوي مخرم، وهكذا في طوب معزول، في يعني انواع الطوب كذا. بعد الطوب في ايه تاني؟ في الجبسون بورد بارتيشنز، في كل انواع البارتيشنز بقى، كل دي اسمها انتيريور ايه بارتيشنز. الانتيريور ويندوز اللي هي الشبابيك الداخليه او شبابيك فتحه، او انتيريور دورز ادي موجوده، انتيريور جريلز اند جيتس اللي هي الجيتس او جريلز، يعني انت مثلا عندك بوابات مثلا زي بوابات الحريق اللي هي مثلا بين دور ودور بتبقى حديد، او بين اريا واريا، الجريلات اللي هي الجريلز اللي هي بتبقى مثلا في الاسقف او جريل، اي يعني اي حاجه مشغولات حديديه لها فانكشن معين لها جريل. الريز فلور كونستراكشن، الريز فلور دي لما بيبقى عندك بتبقى في غرف كمبيوتر او في غرف معينه بتبقى عامل ريز فلور وبيبقى حديد وايه ومحطوط بقى الفينشنج بتاعه فوق وتحت. والريز فلور دي عاليه مثلا فيها مثلا على قد ما هيحط بقى يعني 15 20 زي ما هو عارف عايز، هيحط كابلات ويحط مواشير وهيحط وهيحط وهيحط. دي عادة بتبقى في ايه؟ في غرف الكمبيوتر جنرالي هي اللي عملت الكلام ده، بس ممكن تعمل حتى الصرف بتاعك فيها. يعني ممكن تحط فيها كل حاجه، فده ايه الريز فلور كونستراكشن. لو تقول دي حاجات ممكن تقابلك في الكونستراكشن، ممكن تعيش تشتغل 100 سنه وما تشوفهاش. السسبند سيلينج كونستراكشن، فول سيلينج، لا حاجات لا نهائيه لا نهائيه. طبعا الكلام ده كان لينا حظ ونصيب ان احنا عملناه في السبعينات. انما ايه ريز فلورز يعني افتح زي ما انت عايز. جيبسون بورد بقى، وفي حاجه اسمها باجولوكس، وفي حاجات كتير قوي 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 قوي، واشكال وديزاين معين، وانت عايز تعمل ديزاين لحاجه تعملها كل حاجه يعني. الانتيريور ايه سبيشاليتيز، اي حاجه سبيشاليتيز بقى في الانتيريور. طيب دي كلها كونستراكشن. الفينشنج بقى، في الوول فينشنز بشكل او باخر تبع نوعها تبع مواصفاتها، الانتيريور فابريكيشن الحاجات اللي بتتصنع بقى اللي جوه، فلورينج، فلورينج بقى كميات لا نهائيه، بلاط وسيراميك وخشب ودي اتش ال دي اتش ال بي دي اف، يعني هي كل انواع الايه التشطيبات بقى اللي هي الفلورنج فينشز. الستير فينشنج، الستير فينشز دي بقى كتير قوي برضو، الرخام، بلاط، في ستيرز اللي هي بتاعت الخدمات مثلا ممكن تدهن اللي هو مواد يعني قويه جدا. الايه السيلينج فينشز التشطيبات بتاعت الاسقف، الانتيريور ايه فينشنج سكيدولز. خلاص، فدي ايه يعني زي ما قلنا برضه، ادي ليفل الثاني الثالث. تحت الليفل ده بقى هيبقى الماتيريالز، او لو في حته مثلا حته معينه يقول لك ايه، حط لك إيه؟ لو حته مثلا في اوضه هيبقى ايه الرايت وول، ليفت وول، فرونت وول، باك وول، يبقى دي يعمل تقسيمه تحت دي. لو بيشتغل على وول يبقى احنا لسه جوه الايه، جوه الايدنتيفيكيشن بتاع اليونيفورمات. ابتدي اشتغل بقى في الماتيريال، يبقى انا بتكلم في ايه، بقول بقى الماتيريال ده هتبقى بياض، هتبقى دهان، هتبقى دخلنا في ايه، في الايه، في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الماستر فورمات. واصله على فكره الكلام ده يعني كتير قوي، يعني كده يعني عشان يتعرف لازم تخش تقرا حاجات كتير قوي يعني، انما هو بسيط. في حد شايف مشكله في اللي احنا بنقوله؟ انا عايز حد يقول لي، عايز حد يرد، هل الكلام ماشي وواضح وما فيهوش، ايه رايكم حضرات؟ شمس عمر حاول تعرف لنا كده. لا يعني بدون مجاملات يعني على فكره الموضوع ده في غايه الاهميه، انا مش بقوله ده انا ما اخترعتوش، بس ده مهم للي عايز يشتغل انترناشونال يعني. خلاص، ومش ناس كتير بتتكلم فيه ولا ناس كتير بتشرحه يعني، في ناس بتقعد عمره ما بتشوفوش، لكن ان شاء الله يعني ربنا يفتح عليهم جميعا
ونشوفهم كلهم كده يعني مدير مشاريع كبار بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، بإذن الله. السيرفيس بقى اللي هي الخدمات. طيب أول حاجة في السيرفيس إيه؟ الكونفينج اللي هي إيه؟ اللي هي النقل، أو يعني الفيرتيكال كونفينج سيستمز، سواء بقى ليفتس، أسانسيرات، أو سلالم، أو في اللي هو الليفتس اللي هي صغيرة، اللي مش صغيرة، هي ممكن تبقى كبيرة يعني، بين مطابخ مثلا، وبين لو أنت في فندق أو في مطعم أو حاجة، بتاخد حاجات من تحت لفوق. ساعات بتبقى حاجات أوبن، ساعات بتبقى أسانسير كامل. في هوريزونتال كونفينج، هوريزونتال كونفينج زي أنت في المطارات، أنت بتقف على سير، وهو اللي بيمشي بيك لغايه ما انت عايز. الماتيريال هاندلنج اللي هو نقل الماتيريال من مكان لمكان، يعني من ضمن الماتيريال هاندلنج ده في البنوك. يعني انا يعني نفذت بنوك هنا في مصر، بس يعني مش فيها الكلام ده. الفلوس في البنوك مش هنا يعني، ما شفتهاش يعني. بتمشي جوه داكت، يعني بحط فلوس في داكت كومبريسد اير يوديه لحته ثانيه هو موديها. اوبيرابل اكسس سيستمز، اي اكسس سيستم بقى اوبيرابل وكده. فدي ايه؟ ادي دي ايه؟ دي 10 دي 20 بلامينج، يعني دي اول كونفينج سيستم اهو. الثاني بلامينج في كل حته في العالم، هتلاقي هتدور على بلامينج هتلاقيه دي 02، وبعدين تحت منه حاجه بقى ايه؟ يعني لو هي هنا اللي هي الايه؟ دوميستيك ووتر ديستريبيوشن، هتبقى ايه؟ زيرو دي 20 دي، سوري دي 20 دي 10 خلاص. دي سانيتري درينج دي 20 دي 20 مثلا، دي 10 يبقى دي 10 دي 30. هي هنا خطأ في حاجه غلط هنا، ان شاء الله هصلحها يعني. لازم تغير تبقى دي كذا. دوميستيك ووتر ديستريبيوشن، سانيتري درينج، بيلدينج سبورت، بلامينج سيستمز، جنرال سيرفيسز، كومبريسد اير. او يعني كومبريسد اير هنا اهو، يعني دي مع البلامينج. انما في كونفينج هنا في كومبريسد اير مخصوص في البنوك. ممكن تعيش اديك الصحه يعني طول العمر وما تشوفوش يعني، مش يعني مش لازم يعني مش لازم يكون مثلا اتخصصنا في مستشفيات، اتخصصنا في اي حاجه، في حاجات ما قابلتناش كتير. ياما 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 الناس ناس كتير جدا جدا جدا، وناس عجزت وعاشت، ومهندسين كبار حاجات كتيره ما شافوهاش. فانما يعني لا يعيب حد لو سالتني على حاجه معينه هقول لك ما اعرفش. يعني انا مش يعني لازم ابقى يعني كلمه ما اعرفش تبقى اكتر ما اعرف، لان طبعا الدنيا مفتوحه والشغل مفتوح والناس بتتعلم كل يوم. احنا بنتكلم في الدي للسيرفيسز. الدي 3 بقى اللي هي الاتش فاك، الهيلث، فنتليشن، والايه؟ والاير كونديشننج. خلاص؟ والاير كونديشننج خلاص. فاسيلتي فور سيستمز، الهيتنج سيستمز، الكولينج سيستمز. الاثنين دول موجودين طبعا، لان انت عندك يا اما بتدفي يا اما بتسقع. فاسيلتي ديستريبيوشن، الفنتليشن، التهويه. الفنتليشن ده بقى اللي هو مراوح، الاير هاندلنج يونتس، الكلام ده من اخره. السبيشال بيربز اتش فاك سيستمز، اللي في اتش فاك سيستم بتعمل ايه مخصوص لحاجات لحتت معينه او لحاجات معينه. طيب ده نمره ثلاثه. نمره ايه؟ اربعه. بقى دي سيرفيسز دي 40 ماشي؟ 10 خلاص. دي الثالثه بقى اللي هي 40 10. دي الفاير بروتكشن اللي هي الايه؟ الوقايه من الحريق. في فاير سبريشن زي تعمل تلف الحريق يعني، والفاير بروتكشن يعني سبشن المقاومه، والايه؟ ودي الحمايه. ده بتعمل له ايه؟ ده بتعمل له لو انت بتعمل وقايه، بتعمل حاجات ضد الحريق، لو انت بتعمل بروتكشن بتحط مثلا سبرينكلرز، بتحط يعني اي حاجه خاصه بايه؟ بالفاير يعني. ادي الفاير يعني ادي زي ما بنقول 10 كذا، 20 كذا، 30 كذا، 40 كذا. ده كل اللي موجود دلوقتي، ده كل اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الـ في اليونيفورمات ده كله. انا بقول لكم عشان بطمنكم ليه كل ده، واحد بقى فيه تحتيه ديتيلز
تحتيها ربط بالماستر فورمات. الالكتريكال فاسيلتي باور جنريشن، يبقى عندك باور جنريشن يعني دي بقت عادي يعني، مثلا المستشفيات، الفنادق، المصانع، اي حته بيبقى عندها مع الـ مع الـ الخطوط اللي بتبقى اللي هي جايه من الشركه او حاجه من بره، بيعمل حاجه ستاند باي يعني جنريتورز بقى، بيحط الحاجات اللي هي الحديثه بقى، اللي هي يعني الويند اهو برضه ممكن يشتغل، بس هو بيزيكلي ايه الفوتوفولتايك اللي هو السولار انرجي يعني. فاسيلتي باور جنريشن بصرف النظر هي ايه؟ هي جنريتور، هي سولار سيستم، هي اي حاجه لما في باور جنريشن عنده. هي الكتريكال سيرفيس اند ديستريبيوشن، خدمه بقى والتوزيع. جنرال بيربز الكتريكال باور، المقصود ما نخش التفاصيل، هو التفاصيل دي هنتكلم عليها بعد كده برضه. المقصود ان يعني ايه؟ يبقى ادي في يبقى فاهمين ادي ليفل او سيرفيسز اللي هم التسعه ليفلز اللي فوق، اللي بدانا انتروداكشن وراها الاي والبي والسي، ودي ادي الدي سيرفيسز اهي. تحتيها الليفل الثاني اللي هو ده كونفيينج، ده بلامينج، ده كذا 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 السيرفيسز دي. وبعدين تحتيها ايه؟ اللي هو رابع واحد هنا. ادي اللايتنج داخل معاها، ادي ميسيلينيوس الكتريكال سيستمز جنرال بيربز وهكذا. طيب ادي السته في ايه؟ كوميونيكيشنز. والكوميونيكيشنز دي بقى يعني احنا بنتكلم على كده على ايه؟ على العادي، انما جوه دي عندها حاجات كتيره جدا. الكوميونيكيشن اتطورت تطور رهيب في دلوقتي السمارت بيلدينج. السمارت بيلدينج دلوقتي يعني في حاجات ممكن لو انت غايب عن البيت وقاعد في امريكا يحصل حريق، يحصل اي حريق، تلاقي التليفون من نفسه بيطلب المصافي، المصافي دي تطفي وانت حضرتك قاعد في امريكا. واحده هنا لو دخل الحراميه ولا حاجه تكلم النجده، الشرطه بقى هتيجي بقى. يعني بقى يعني نوع اللي هو السمارت بيلدينجز بقت يعني ايه، دخلت في حاجات خلاص. ادي الداتا كوميونيكيشن، الفويس كوميونيكيشنز، الاوديو فيديو كوميونيكيشنز، ديستريبيوتد كوميونيكيشن اند مونيتورنج، الكوميونيكيشن سبلمنت كومبوننتس. دي يعني كل الحاجات دي بتتطور كتير قوي، عشان كده تلاقيهم برضو ايه بيبقوا سايبين ترقيمات فاضيه في السكه. ادي الالكترونيك سيفتي اند سكيورتي، السيفتي والسكيورتي بقى هنا، اكسس كنترول والالكترونيك سيرفيلانس والديتكشن والالارم، وكل دي يعني ايه بنود داخل اللي فوق. وادي الايه، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل بعد كده، لكن عشان نعرف ايه قد ايه الدي اللي سيرفيسز فيها ايه. الاكويبمنت اند فرنشنج، في اكويبمنت واد فرنشنج. الاكويبمنت اي حاجه، فيكلز وبيدستريان اكويبمنت عندك هو في داخل المشروع بتاعك، من ضمن المشروع بتعمل عصريات صغيره او بيدستريان اكويبمنت او اي حاجه. كوميرشال اكويبمنت، لو اي اكويبمنت اللي انت بقى بتشتغل في التجاره، في مثلا مناوله، في اي حاجه. انستتيوشنال اكويبمنت، وانت بتعمل مدرسه، معهد، كليه، اي حاجه. الاكويبمنت اللي هي مثلا اي حاجه بقى في التعليم يعني، عملت ساوند سيستم، عملت اسمه ايه ده اللي هو الحاجات اللي هي المودرن بقى، اللي هي التابلتس، الحاجات دي كلها ما هو الاخرها يعني. ريزيدنشال اكويبمنتس، الحاجات اللي هي اكويبمنتس للشقق السكنيه العاديه. انترتينمنت اند كريشن اكويبمنت، انت بتعمل مثلا مدينه ملاهي، بتعمل مثلا فندق وفي مثلا منطقه لعب الاطفال او حاجه زي كده، وهكذا. انترتينمنت كريشن اكويبمنت واذر اكويبمنت، دي تحت كلمه اكويبمنت. والفرنشنج بقى، في الفرنشنج في نوعين، في الفيكسد وفي الايه الموفبل. الفيكسد لما تبقى بتعمل فرنشنج مثلا لمطابخ، تعمل فرنشنج لاي حاجه، بيبقى الفرنشنج بتاعه ثابت معاه يعني، بتدخل صيانه وهو متثبت مع المبنى. انما الموفبل بقى كراسي، طاولات، لمبات مثلا بتتحرك، اي حاجه ايه الموفبل. سبيشال كونستراكشن اند ديموليشن، سبيشال كونستراكشن، انتجريتد كونستراكشن، سبيشال ستراكشر، سبيشال فانكشن، سبيشال فاسيلتي او كومبوننتس، وهكذا. سبيشال انسترومنتيشن، الفاسيلتي ريميديشن، اللي هي الايه اكستيريور وولز،
ديموليشن، ستراكشر ديموليشن، سيلكتيف ديموليشن او ستراكشر ايه موفينج. السايت وركس بقى، او يعني او كل الحاجات المتعلقه بالسايت بقى اللي هي اللي خارج المبنى اللي انت بتعمله يعني. سايت بريباريشن، سايت كليرنج، سايت المنت ديموليشن، انت بتعمل ديموليشن لحاجه، سايت ديموليشن. خلي بالنا هذا الترقيم هو هو في اي حته في العالم، يعني ده اسمه كده. يعني لو هقول سايت كليرنج، سايت كليرنج يعني جي 10 10 مثلا. ده مثلا سايت امبروفمنت، الرود ويز اسمها جي 20 10. ده اول حاجه. بعد كده هخش بقى فيها الايه اللي ما يخص الماستر فورمات، او لو في حاجه يعني الرود ويز، لو في حاجه ثانيه سابقه حاجه ثانيه تتحط وبعدين تتحط في الاخر ايه الفورمات. الباركينج لوتس، بيدستريان بلازاز اند ووك ويز، الاير فيلدز اللي دخلنا اهو في المطارات، دخلنا في الاثليتيك ريكريشنال اند بلاي فيلد اريا، الاير فيلدز، الاير فيلدز اهي ادي يعني ادي جي 20 60، اي حاجه بالاير فيلدز اللي هي في المطارات، في 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 في, في, في هيلي باد، في هيلي باد، في اي حاجه من هذا القبيل. طيب ريكريشنال اند ايه بلاي فيلد اريا، ليكويديتي اند جاز سايت يوتيليتيز، اي خدمات بقى في الموقع، عندك غاز، عندك كتير يعني انت في الموقع، يعني ممكن يبقى فيه مواسير غاز لحام وانت بتشتغل بيها، مش لازم كل واحد يبقى معاه اسطوانه والكلام ده كله يعني، يعني او 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 غيره او غيره. خلاص الووتر يوتيليتيز، الميه، السانيتري سيوج يوتيليتيز، ستور درينج يوتيليتيز، سواء كان تمبرري او 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 جوه المبنى نفسه، يعني يعني اي اي حاجه في السايت ورك، اذا كانت هتشتغل هتاخدها في الاخر كالمكاتب، بس زي في اخر البرزنتيشن كنت عامله المكاتب والحاجات اللي هي اثناء الشغل، او حاجات هتفضل ثابته بتعمل لاندسكيب او هارسكيب او كلام كله. ستورج درينج يوتيليتيز، دي ده موضوع مهم جدا خصوصا في البلاد، يعني هنا في مصر عندنا مناطق، انا عملت شغلت في مصر، في قطر، عمان، عمان فيها الستورم درينج يوتيليتيز خطيره جدا، في السعوديه اللي هي ايه الستورم اللي هو السيول، يعني اللي هو مقاومه السيول، ده موضوع لوحده جميل ورائع رائع يعني، برضه من الحاجات اللي هي يعني ايه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ايه اشتغلنا فيها كويس يعني. السايت فيول ديستريبيوشن، الديستريبيوشن بتاع الفيول ماشي ازاي في السايت، عندك مواسير ازاي او الكلام ده كله ازاي، دي بقى مش واضحه قوي لكن هي ليكويد اند جاز حاجه كده يعني. طب اتس اوكي. الكتريكال يعني احنا برضو انا برضو الكلام ده كله عشان نعرف ان احنا انت يعني كمهندس او كواحد بتشتغل او بترتب او بتنظم، انت مجرد ان انت جالك الموضوع بتعمله بريك داون على ايدك انت وبتفهمه، بتلاقي الدنيا ابسط ما يكون. انا لو اخدته بقى ان هو ايه يعني ايه هو كده واتعمل كده، لا كل حاجه تفكر فيها وتعملها، وكل ما تقدر تلاقي طريقه تبسط بسط يعني. الالكتريكال سايت امبروفمنتس، سايت الكتريك ديستريبيوشن سيستم، توزيع الكهرباء، والسايت لايتنج، السايت لايتنج ده الاضاءه بتاعت الشوارع يعني، سواء برضه تمبرري انت في وقت التشغيل او ايه او اللي هي بتاع بتبقى باينه بقى في البريك داون اللي تحت دي هيبان ده ايه ده ايه ده ايه ده. سايت كوميونيكيشنز، سايت كوميونيكيشن سيستم، احنا يعني لغايه بسم الله الرحمن الرحيم كانش لسه في موبايلات، كانش في حاجه لسه لغايه التسعينات، والتسعينات كنا بنعمل كان في ووكي توكي في المواقع يعني، احنا واحنا هنا في اسكندريه زمان كان الووكي توكي ده كنا الناس على اللوناش في المنتزه واحنا تحت كل واحد معاه ووكي توكي بتاعه بتاع كده معلقها في جنبه، وواحد قاعد في اوضه كده لوحده عشان يعني هو بيدير القصه دي والى اخره. طبعا الكلام ده بقى عايز يعني موافقات وحاجات امنيه والى اخره. سايت كوميونيكيشن، سايت كوميونيكيشن سيستمز كان من ضمنها كمان الوكي توكي، في لغايه دلوقتي ممكن يشتغل الوكي توكي بس الناس بتستسهل دلوقتي، الموبايلات دلوقتي ايه مريحانا يعني. طيب مثالين السايت كونستراكشن، دي ايه تانلز، يعني ممكن تعمل تانل في حته، تانل في حته معينه، او بتعمل تانل للتشغيل او او الى اخره، دي طبعا ايه دي موجوده يعني. طب الجنرال، الزد بقى جنرال دي اخر حاجه، اخر نقطه من التسع نقط. اول حاجه جنرال ريكوايرمنتس دي اهي اللي هي زد 10، والتاكسز والبيرمس والانشورنس اند بوندز،
الزد 70، من 10 لل 70 في 20 و30 و40 و60 اربع سايبين المجال هنا انك تدخل اربع سمات هنا من 270 زد 70 زد 90 في ايه؟ 8 ما حدش في حاجه تمام؟ طيب الجاكوارز بتبدا ازاي اهو؟ الزد 1010 اللي برايس وبيمنت بروسيجرز خلاص الادمنستريتيف ريكوايرمنتس 1020 الكواليتي ريكوايرمنتس 1040 هتلاقي البند زد 1040 في اي حته في العالم بيشتغل بالماستر فورمات اسمه ايه؟ زد 1040 تحت الكواليتي كوارس بقى هتلاقي بقى 60 تقسيمه ليفل ثاني احتاج ماتيريال بعد كده هدخل بقى الايه؟ الماستر فورمات. التمبرال فاسيلتيز اند كنترولز بتعمل فاسيلتيز تمبرال كتير قوي بتعمل مكاتب بتعمل ورشات بتعمل مخازن بتعمل ورش بتعمل 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 فدي بتبقى تدخل في كده وفي كده خلاص البرودكت ريكوايرمنتس اشتراطات الانتاج اكزكيوشن اند كلوز اوت ريكوايرمنتس الشروط بتاعت ايه؟ بتاعت الاكزكيوشن اللي هو البناء والتقفيل بتاع الموضوع عشان تسلمه اللايف سايكل اكتيفيتيز كل اكتيفيتيز موجوده في اللايف سايكل بتاعت الايه؟ بتاعت البروجكت يعني. طيب تاكسز بيرمنت انشورنس اند بونز دي اول حاجه جنرال ريكوايرمنت سنه خاصه بده وده هنا حاجه التاكسز دي بتخص بفلوس التاكسز اللايسنسز اللايسنس فيز اللي هي الفيز اللي هي الفيز اللي هي اللي هي المصروفات او اللي عشان تطلع التصاريح البيرميت كوستس انت بتعمل تصاريح بتبني اي حاجه بتسال التصريح المباني بتاعك البوند فيز بوند فيز اللي هي الايه لو انت عامل انشورنس بوند لو انت عامل اي حاجه اي 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 انشورنس اي حاجه لا فيز طبعا الفيز اند كونتينجنسيز الاوفر هيد البروفيت كونستراكشن كونتينجنسيز فاينانشال كوست حاجات كتير من دي احنا عدينا عليها واتكلمنا عليها قبل كده في الايه في الكوست مانجمنت كده احنا ايه الحقيقه دول انا يعني لغايه يعني وانا قاعد على اللابتوب من ساعه كده قبل ما نشتغل عمال بقول مجهز الكلام ده كويس عشان هحطه في وسط الشغل يعني ممكن اعيده تاني هنتكلم في اي حاجه تفصيل بعد كده لكن انا قلت ان انا من الاول خالص لما ابين لكم ان الموضوع يعني سهل وبسيط وما فيهوش حاجه ان انتوا يعني واحنا بنتكلم مع بعض مش هنتوه من بعض مش هنحس بصعوبه تمام هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9:15 طيب نكمل شوية نوصل لتسعة ونص كده بدأنا كام؟ 8:15 ها؟ خلاص هل أنتم مستحملين يا حضرات؟ موجودين معانا الشباب؟ ولسه في نفس مع بعضنا شباب فادي حداد هشام المصري اللي هو يعني محمد جلال ريان نجار سليمان حسين وعلى فكره انا مش يعني الكلام ده ما اعرفش اللي اشتغل فيكم في انترناشونال بتاع ديلينجهام اعتقد ممكن يكون شافه بس هشوفه على ال 16 ديلينجهام كان في الحق في 1990 في نص التسعينات يعني يمكن 93 94 وهكذا هيلاقي الكلام ده كله وديلينجهام اللي كان بيدرس كور اوف انجينيرنج اللي هو بيسموه كور اوف انجينيرنج بتاع الجيش الامريكي اللي هو دول شغالين لوحدهم خالص تقول له بي ام بي بقى وتبقى عندهم سيستمز وسيستمز قويه جدا قويه جدا مش اي حد يعرف يشتغل معاهم يعني فانا شفت يعني مهندسين من اجمل مهندسين مصر ما تخلوش طبعا المهندس عمر وعن اللي موجودين معانا لكن ايامها كان واحد بيشتغل مثلا ايامها البريمافيرا كانت بريمافيرا لا ما كانتش البي 3 لسه نزلت البي 3 نزلت بعد كان في واحد كان في باكج كده قبل البريمافيرا مش فاكر كان اسمه ايه بس كان برضه كريتيكال باث ميثود وشغالين
المهم يعني التطور دلوقتي بقى عايز ناس كده، يعني ايه، مش عايز حد يقف ولا يبطل يقرا ولا يبطل يبص، ولا اروح تعبان من شغلك، انا شغال النهارده من 8 الصبح ل 8 بالليل، خلاص اروح اريح، مفيش كلام من ده. يعني ايه بقت المسؤوليات والشقه اكثر. يعني تنظيم الاساسي بيزك اورجانيزيشن، ذا نايل اليمنتال كاتيجوريز اباف كان بي يوز تو ارانج بريليمينري بروجكت ديسكريبشنز. الكلام ده كله هيبقى سهل دلوقتي. كوست انفورميشن، بيم اليمنتس، فاسيلتي مانجمنت انفورميشن، اند اورجانيزنج درون ديتيلز. كاتيجوري زد شباب جنرال is designated by the last letter of the alphabet to ensure that this category will remain last no matter how the content of new format may be expanded to cover additional types of construction. شفت الكلام كنت بقوله لكم من ساعتها؟ اتحطت الزد جنرال حطوه في اخر خالص عشان يعني ايه تبقى مفتوحه لاي حاجه تتغير. يعني ما نجيش نرجع مثلا احنا يعني حددت مثلا الحاجه ام حاجه معينه واديت لها ايدنتيفيكيشن سي 10 10 على 10، ما تضطرش بقى عشان زاد حاجه او تغير حاجه انك تغير سي 10 10، لا هتفضل سي 10 10 وهتعمل تصنيف تاني وبريك داون تاني جوه الحاجات اللي ناقصه. انما اللي اتعمل وتثبت خلصت. يعني احنا كلمه ان البار 3 دي بتاعت الخرسانه بتاعت الخرسانه والباث فولد بتاعت المباني دي احنا حافظينها من واحنا يعني ايه من 50 سنه، ان مثلا ان اعتقد الكهرباء 15 والميكانيكا 16 او العكس. يعني خلاص بتبقى محفوظه، بتبقى ايه الفابت زي الكلام زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، عارفين الالف والباء والجيم والسلام عليكم يعني ايه وده يعني ايه وده يعني ايه. طيب الله يجزيكم كل خير والله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نسعد بيكم جميعا والله، نسعد بيكم جميعا. طيب فده احنا دلوقتي الكلام ده هيبقى سهل علينا دلوقتي. الرنان المنت كاتيجوريز اباف كان بي يوز تو ارينج بريمير بروجكت ديسكريبشنز كوست انفورميشن. يعني التسع ابواب او التسع كاتيجوريز اللي احنا اتكلمنا عليهم اوريدي هيتكلم عليهم دلوقتي، لكن احنا خلاص عرفنا الموضوع بسيط، فاي كلام بقى هيجي سهل. يعني بيم المس فاسيلتي مانجمنت انفورميشن اند اورجنايزنج دروينج ديتيلز، كل ده رسومات بيم مانجمنت فاسيلتي مانجمنت الكلام ده كله اخره التسع. يعني اي عنصر هتلاقيه ايه بادي من التسع عناصر دول. كاتيجوريز ده جنرال كده قلنا الكلام ده كله خلاص خلاص اوكي. طيب تايتلز ان ليفل 1 تو 3 can be applied to most project descriptions and preliminary cost estimates. Level 4 provides a more detailed breakdown of the functional elements. Detailed listing below level 4 provide a checklist of designed elements for selection or of design, construction or technical solutions to allow for a more comprehensive and complete application of new format. ان هو ان انت عندك ليفلز 1 2 3 4 كنت بنتكلم من شويه. ده الايه الكلام اللي هو التفصيل بقى بنقوله تاني، بس انا يمكن حطيت الامور في بعض عشان ايه ابسط الموضوع واخليكم تستوعبوه بسرعه وان شاء الله سهل يعني ان شاء الله. يعني ان في ليفل زي يوفر مستوى 4 تفصيل الاكثر تفصيل العناصر الوظيفيه، توفر قائمه تفصيليه ادنى لمستوى 4 قائمه تحقق بالعناصر المصممه لاختيار التصميم. يعني في الخرسانات حاليا مثلا بقى الدور الخامس خلاص، دور خامس من بقيه الادوار، فالعمود الفلاني في الدور الخامس، بعدين الكاميرا الفلانيه، الكاميرا الفلانيه فيها ايه؟ الحديد، فيها الخرسانه، يعني كل حاجه لها ايه؟ يتعاملها بريك داون لها. العناصر المصممه لاختيار التصميم او الانشاء او الحلول التقنيه للسماح بتطبيق اكثر شموع اكتمال اليونيفورمات. يبقى احنا وصلت الرساله. طيب ريليشن شيب وذ ماستر فورمات، ايه العلاقه ما بين اليونيفورمات والماستر فورمات؟ الماستر فورمات establishes a location for specifying element-based project information within project manuals. الماستر فورمات بتحدد موقع. موقع اللي انت هتعمل فيه الشغل. زي ما قلنا تحت في الادوار في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخارج في الداخل وهكذا. احد الحاجات يعني بتخش بعد كده في حاجات اكتر، لكن
بيزيكلي هي الايه لايه لوكيشن فور سبيسيفاينج المك بيس بروجكت انفورميشن ريبورت مانوال. This location is in division 1 within 18000 performance requirements. خلاص. Matrix format refers to uniformat organizing and titling elements. The two documents provide complementary views of project information for such diverse applications and project manuals and cost estimates, estimating where reference to both products and functional elements may be useful. يعني العلاقه ما بين الاثنين دي العلاقه، يعني واحد بيتكلم على الماتير واحد بيتكلم على ايه؟ على السيستمز وعلى اللوكيشن وعلى الكلام ده كله الاول والاخر. يعني ايه؟ ماستر فورمات الى الانفورمات تنظيم العناصر وايه؟ وتسكينها وتملكها. توفر الوثيقه الثانيه هو جهات نظر تكميليه لمعلومه معلومات المشروع، يعني هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض ان يدي لك فول داتا وفول انفورميشن حوالين البروجكت اللي انت بتعمله. تطبيقات متنوعه مثل ادله المشروع، الادله اللي هي الايه؟ اللي هي المانيوالز، كواليتي مانيوال، سيفتي مانيوال، كونستراكشن مانيوال، الكلام ده كله من الاول لاخر. ادله المشروع وتقدير التكلفه والكوست استيميشن، وقد تكون الاشاره الى كل من منتجات العناصر الوظيفيه مفيده. ان انت لما بتيجي تعمل اي استيميشن لكوست لاي حاجه، طبعا ما عندك الدايركت كوست، وفي الدايركت كوست وحاجات كتير جدا ورا منه، بتشتغل ثلاث ريسورسز اللي فيه المان باور وماشينري وكده، وبعد كده الاندايركت كوست بقى اي كوست بقى يتحط بقى اشراف على التنفيذ وهكذا وهكذا كذا كذا في الموقع، بعدين المصاريف بتاعت الموقع، وبعدين مصاريف الشركه، وبعدين المصاريف الحكوميه، وبعدين ضرائب، كل بقى الايه بقى الحاجات دي كلها احنا شرحناها في الكوست مانجمنت موجوده يعني. فكل ده بيتنظم بايه؟ بالماستر فورمات وباليونيفورمات. Relationship with master format. The information in any format under 30 procurement requirements and 40 contracting. النيو فورمات في تحتي 30 في procurement وال 40 contracting requirements. In the introduction is based on the master format organizational structure for that subject matter. The information in any format under Z10 الموضوعات اللي هي في النيو فورمات الاخرانيه اللي هي الزد Share requirements is also based on the master format organization structure. أما برضو على الإيه؟ على master format. يعني العلاقة اللي ما بينهم يعني واضحة يعني. طيب أنا في ناس أنا شايف إن الناس يعني دي لأول مرة في محاضرة ناس كتير مشيت يعني ثلاثة أربعة مشيوا. فهل ده الموضوع مش interesting ولا في حاجة؟ طيب هنا ديفرنس ما بين الماستر فورمات واليوني فورمات. The primary difference between uniform format and master format lies in how each views construction information. كل واحده منهم بصه لايه؟ لانهي ناحيه؟ من ناحيه الانفورميشن بتاعت الكونستراكشن، الانفورميشن اللي هي البيانات بتاعت المشروع يعني. خلاص uniformat identifies elements. Uniformat بتحدد العناصر each with one or more characteristic function اللي هم يعني كل واحده فيهم لها functions زي الثانيه او more characteristic functions. ممكن حاجه لها two functions three functions. خلاص for example foundations provide the function of to stabilize and support. الاساسات بتدي ايه؟ بتؤكد الفانكشن وظيفه الثبات والسند اهو للمبنى. خلاص نمبر دوني فورمات كلاسيفيكيشن ستوب اباف ذا ليفل اوف ديفاينينج ذا تكنيكال سوليوشن يوز تو اتشيف ذا فانكشنال ذا فانكشن ديسكرايبد. الدوني فورمات بتقف عند مستوى معين لما تيجي تدخل في خامات بقى في كلام بالجمله الاخر. ذا ديتيل ليست ان يوني فورمات بلو ليفل 4 to provide a checklist of possible construction solutions related to master format. ده اللي احنا ايه؟ ده اللي انا قصدته. عشان كده انا الكلام ده كله انا طبعا يعني ايه يعني بذاكر كويس قبل ما بقعد معاكم، خلي بالكم يعني. فعشان كده انا قصدت ان انا ابينها ان انت في الليفل 4 دخلت ايه؟ دخلت الماستر فورمات على الايه؟ على اليوني فورمات.
بسم الله. differences between from master format برضو. طيب by comparison information in master format is arranged by work results. في الماستر فورمات الانفورميشن اللي هي البيانات منظمه ومرتبه طبقا لايه؟ نتائج العمل. خلاص؟ As permanent or temporary aspects of construction projects achieved in production stage or by subsequent alteration, maintenance or demolition processes through the application of particular skill or trade to construction resources. يعني دي جوانب دائمه او مؤقته لمشروع البناء، يعني كنا بنتكلم شويه ان الترتيب بتاع الماستر فورمات او لينيو فورمات، خلي بالنا مش لازم تبقى مرتبطه بالاعمال الدائمه اللي في المشروع. يعني لما بيبقى عندك مقايسه او عندك مشروع او عندك اي حاجه بتعملها في مشروع، انت عندك في نوعين من الماتيريال او من الريسورسز. في نوع انت بتستخدمه عشان تجيب تطلع نتائج، وفي نوع هو نفسه النتائج نفسها. يعني انا بعمل خرسانه مسلحه، فالخرسانه مسلحه ايه؟ عندي حديد، عندي الخرسانه اللي هي ايه؟ اللي هي دي هتبقى الناتج في الاخر هتديني ايه؟ خرسانه مسلحه مصبوبه. عشان اخلصها بعمل ايه؟ حاجات تمبرالي اللي هي ايه؟ الشدات، الضخ، خلط الخلاطه، الضخ، يعني اي حاجه داخله في الـ في الـ في الـ في البروسيدجر هي وسيله لانك تعمل الـ 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 الحاجه دي في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في اليونيفورمات. الماتيريال نفسها بانتاجها بتبقى مع الايه؟ مع الماستر فورمات. لا العكس، العكس انا قصدي العكس. اه يعني اللي فيها الورك ريزلتس متحدده في الماستر فورمات، اللي فيها الميثودز والاماكن وكان ده في الايه؟ في اليونيو فورمات. طيب achieving the production by acceleration or demolition processes، كل ده اتكلمنا عليه دلوقتي في الايه؟ في لما كنا بنتكلم على البريك داون اللي احنا عملناه قبل كده في التسع ابواب او في التسع تقسيمات. يعني of a particular skill or trade to construction resources. This arrangement allows for more specified in description of the information addressed, but also makes some of the functions served by uniformat, such as preliminary projection, project description, comparison of design choices, or early cost estimate more difficult or impossible. يعني لو هون اليونيفورمات ايه بتخدم برضه وظائف في الاوصاف الاوليه للمشروع، مقارنه خيارات تصميم او تختار، يعني اختار الماتيريال دي ولا الماتيريال دي، اختار الميثودز دي او الميثودز دي ولا كده. خلاص؟ الورك ريزلتس ار ذا بيزك كومبوننتس ان ماستر فورماتس فيو اوف كونستراكشن. This view emphasizes the perspective of the product manufacturer, supplier, detailed designer, specifier, cost estimator, and contractor during the detailed design and construction phases. فالماستر فورمات دي ناتج العمل اللي هو ايه؟ اللي بيبان لازم اهو البرودكت مانيفاكتشر اللي بيصنع واللي بيورد واللي بيصمم واللي بيعمل السبيسيفيكيشن واللي بيقدر التكلفه والمقاول، كل دول اثناء مراحل التصميم والتشييد بيستفيدوا من الايه؟ من الماستر فورمات. Uniformat, on the other hand, looks at construction the way elements are used. Uniformat بتتكلم عن طريقه استخدام العناصر يعني. ماشي؟ This perspective coincides with the way the user, owner, cost estimator, and designer look at construction during the early design phases and when evaluating complete projects. تمام؟ بيتطابق نظرا مع الطريقه اللي ينظر بها المستخدم والمالك ومقدار التكلفه ومسائل البناء خلال مرحله التصميم المبكره اللي هو في اليونيفورمات. This suggests using uniformat for organizing preliminary project description. اليونيفورمات بتستخدمها في الايرلي، يعني هي متعلقه بالسيستم وزي ما قلنا متقسمه كذا،
فداخله من اول لحظه، من اول ما بنفكر بيدخل معايا الايه؟ اليونيفورمات. الكوست سامريز اند بيرفورم سبيسيفيكيشنز اوف انتاير ارينا ساتش از اتش فاك سيستمز اند اكستيريور وول اسامبلز اند يوزنج ماستر فورمات تو اورجانيز ديتيلد كوست استيميتس اند انالايز ديسكريبتيف سبيسيفيكيشن اند مور ديتيلد انفورميشن اباوت ديزاين سورسز ميد. فبيدخل في الايه؟ في المقارنه ما بين انواع التصميم المختلفه. انا عندي مبنى مثلا، او عندي مبنى مثلا، هعمل، هل انا هعمل مثلا التكييف بتاعه، هل هعمله مثلا يونتس صغيره، ولا هعمل مثلا سنترال اعمل بقى شيلرز واعمل الكلام ده واطلع الدكس واعمل الكلام ده كله، او اعمل سيستم دكس، ولا هشتري مثلا زي انا شفت الكلام ده في دبي اعتقد، مش بالظبط والله ما انا فاكر، اللي هي شركه بتاعت تبريد، انت لو بتعمل تكييفات وبتاع انت بتحط الحاجات عندها بتجي لك الميه جاهزه، بتشغل التكييف بتاعك وخلص الحكايه على كده. طيب ديفيس فور ماستر فروم ماستر فورمات بقى، اللي هي فرق بين اليونيفورم فور ماستر فورمات. تايتلز سجست كومبلمنتري فيوز اوف كونستراكشن برودكتس. وجهات نظر تقنيه عن performance requirements ايه وشروط المطلوبه يعني تطلبات الاداء. يونيفورمات نيمز elements that have a determinable function. اليونيفورمات بتحدد الالمس اللي لها ايه؟ فانكشن، لها وظيفه، لها وظيفه محدده يعني. الماستر فورمات نيمز كومبوننتس هاف ذات هاف سبيسيفيبل كاركترستكس. الماستر فورمات الخامات اللي فيها محدده ما فيهاش يعني، بقول لك الطوب الاحمر مواصفاته كذا 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 وظروفه كذا كذا، الطوب المخرم كذا 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 كذا، الطوب الطفلي كذا كذا يعني خلاص. Because construction information is used and manipulated by people with varying interests at the various stages of the project. Complementary organizational concepts are helpful. يعني مكونات اسماء ماستر فورمات التي لها خصائص محدده، انه يتم عرض معلومات البناء واستخدامها والتلاعب بها من قبل الاشخاص، لو مش تلاعب يعني الترجمه هنا مش حلوه يعني، ده اهتمامات مختلفه في مراحل مختلفه من المشروع، فان المفاهيم التنظيميه التكميليه مفيده. يعني ان الماستر فورمات بيدي ايه؟ تفاصيل زياده عن ايه؟ للماستر فورمات لليونيو فورمات. ابلكيشن جايد. طيب سيلكت يونيو فورمات نمبرز اند تايتلز. اختيار التايتلز بتاعت اليونيو فورمات والايه والارقام بتاعتها. احنا طبعا يعني متابعين دلوقتي لان احنا فهمنا يعني، لو بنشرح الكلام ده من غير ما اكون، عشان كده انا فضلت ان انا احط البريك داون والتوصيف كله في الاول خالص، عشان بنتكلم دلوقتي يبقى ايه كل واحد متخيل احنا بنتكلم في ايه. فازاي بختار اليونيفورمات نمبرز وتايتلز؟ مبدئيا كده انا لازم ابقى عارف اليونيفورماتس. لو ده تسع ابواب يعني، ده كذا 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 كذا، ده بتاع الشيلز، ده بتاع الستراكشر، في ده بتاع الاتش فاك، ده بتاع كذا كذا كذا. دي مش ممارسه جامده عموما يعني، حتى ده نوع من انواع الايه؟ ان انت بنشتغل مع بعض. الماستر فورمات دي بتيجي بقى بالايه؟ بالشقه بقى، بالشغل بقى خلاص. وبيزكلي هي الحقيقه بتخدم اكتر الناس بتوع الموردين يعني، حتى وبتريح في حاجه، ان لما يبقى الاستشاري موصف ماده معينه وحاطط الايدنتيفيكيشن بتاعها ما فيش خلاف بقى، هتجيله زي ما هو طالب، الا اذا كان ديفكت في التصنيع او حاجه زي يبقى يتكلم عليها. انما بنتكلم مثلا على طوب مثلا اسمنتي مقاسه كذا كذا كذا، الكاركترستيك بتاعته او المواصفات بتاعته السبيسيفيكيشن بتاعته كذا 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 خلاص، هو هيروح مطلعها له، هي دي اللي انا بصنعها طبقا للكلام ده. راحت الموقع دي اكتر من 95% صح،
اتخبطت بقى في السكه مش عارف ايه بتاع ده، يبقى ده موضوع تاني. يبقى هي بتضمن اليونيفورمات والماستر فورمات، ان يعني ايه، ان عشان تبقى معروفه، واحد اسمه محمد، واحد اسمه جون، واحد اسمه علي، واحد اسمه، يعني كل حاجه متسميه باسمها، باسم حقيقي. يعني احنا لما نروح نشتري في هايبر ماركت في الاف الاصناف، بيعديها كده على بتاع خلصت. فده نفس الحكايه موجوده في الايه؟ في اليونيفورمات والماستر فورمات بقى تليها يعني. Not all uniformat titles will be used for a given project. وده بقى عشان كده بقول لحضرتكم ايه؟ هما ما قفلوش الماستر فورمات اللي هو ب 16، يعني في واحد 16 باب او 16 فصل، وواحد ب 50 فصل. خلاص؟ ده شغال وده شغال. لان انت، ما انت مش كل حاجه يعني موجوده فيهم هتقابلك. بس كل حاجه ظهرت في العالم لغايه دلوقتي او لغايه شهر 4 اللي فات، اللي هم بيقفلوا شهر 4، ما اتحطتش في الماستر فورمات وفي اليونيو فورمات. لان اللجنه موجوده، احنا قلنا موجوده على طول، ان كونتينوس بيزس في الستيتس، بتستقبل لغايه اخر شهر 4، بتراجع بقى الكلام ده وتضيفه يعني. Not all uniformat titles will be used for even project. يبقى احنا بنفهم من الكلام ده ايه؟ ان الارقام مش هتتغيرش ولا عمرها هتتغير. فانت عندك ترتيب خلاص، اسمه الماتيريال اسمها كذا 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 كذا، توصيفها كذا 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 كذا، رقمها كذا 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 كذا، خلصت. مش هنقعد نختار بقى ولا تيجي حاجه مش هي اللي احنا طالبينها او الى اخره. لا، وصلت الرساله؟ يا رب تكون وصلت. طيب، ابلكيشن جايد. Select uniformat numbers and titles. Uniformat titles are generic. خلاص. Descriptive titles independent of the design solution. Uniformat titles are the starting point for elements. One, creating a user-defined level 3 or 4 title. Incorporated wording from the parent title so the new titles are complete, clear, and descriptive. عناوين وصفية في uniformat. اختيار ارقام موحده وعناوين نقطه الانفورمات عامه مستقله عن حل التصميم، عناوين البدايه للعناصر، عند الشع عنوان محدد غير المستخدم. كل دي ترجمه ايه؟ اللي هي الجوجل، ما رجعتهاش، هرجعها ان شاء الله وهظبط الكلام ده كله عشان يبقى ايه، يبقى فانكشنالي. يعني لان كنت بحاول ان انا ابسط الموضوع قوي، لان هو الموضوع يعني ما هوش منتشر، ناس كتير مش عارفاه، فانا حبيت انا اوصل الكلام ده، ومهم جدا، لان غالبيه الشركات اللي هتشتغل دلوقتي، اعلانات طبعا تنزل كتير قوي دلوقتي، يعني على غير ما متوقع، كنت متوقع ان في يناير هتبتدي الطلب ده، لا، بدات اوريدي شركات كتير جدا بتطلب، مقاولات، استشاريين، بروجكت مانجمنت، اونرز، في كل المجالات يعني. خلاص يعني الدنيا بدات فتحت جامد يعني. فنخلي بالنا برضه، ونخلي بالنا من ايه، لما يجي شغل ما نترينيش، لان يعني مش بقول تضيع فرصه او الى اخره، لا يعني ما ايه، ما تقارنش السنه الجايه بالسنه اللي فاتت، لا لا، قارن السنه الجايه مثلا ب 2007 2008. اذا كان حد كان موجود ايام 2007 2008، حد الشباب هيكون يعني ايه، شباب 2007 2008 بعيد شويه عليه. الستراكشر كانت الدنيا يعني، كان اي حد في الخليج مهندس ماشي قدام اي مشروع، انت ايه مهندس مدني، تعالى شدوه ياخدوه يعني، كانوا بيتخففوا يعني. كان ال، ما اعرفش هيرجعوا الكلام ده ثاني ولا لا، كانت الشركه يعني احد العناصر اللي تقيم شركه المقاولات عدد العمال اللي عندهم، فيها 3000 عامل وفي شركه فيها 5000 عامل، على كفالتها واعلى معاها، كفالتها موجوده رسمي يعني، عندها 3000 عامل، 5000 عامل، 10000 وهكذا. فكانت احد الفاكتورز لتقييم شركات المقاولات. هنعمل ان شاء الله برضو محاضره ان شاء الله، لقاء في تقييم شركات المقاولات، بس انا كل شويه ايه يعني، معمول يعني مش معمول، بس هجهزه يعني ان شاء الله، هجهزه كويس. طب الاستراكشر بقى اندرلاينج فورمات، معلش طبعا انتوا الكلام ده كله انتوا عرفتوه يعني، ده بيتعاد تاني.
فاليونيفورمات هيراركي كومبرايز ذا ميجر كاتيجوريز اوف كونستراكشن انفورميشن سيبريتد باي ذا سبيشال فانكشنز. These special functions include the following nine categories. الكاتيجوريز اهم هم نفس الكلام. Introduction المقدمة الأولانية وقلنا اللي فيها إيه. Substructure اللي هي تحت الأساسات. Shell اللي هي الشل اللي هي البدن نفسه بتاع المبنى. الشل اللي هو احنا قلنا إيه؟ الهيكل. الانتيريور الشغل الداخلي. السيرفيسز الخدمات. Equipment and furnishing. Special construction and demolition. البيلدينج سايت ورك والجنرال. دول اللي هم التسع ايه؟ التسع يعني هو البريك داون اللي انا عملته ده ما كانش معمول اصلا. بس انا يعني معلش ما تقولش ان انا بس بكرر تاني او اخر. يعني كنا بنتكلم هنا فكنا اتكلمنا هنا من غير ما البريك داون يكون معمول ما كانش برضه هتوصل. فدي الترجمه بتاعته يعني المقدمه البنيه التحتيه الهيكل التشطيبات الداخليه الخدمات مواجهه المفروشات بين خاصه بس. طيب the structure underlying uniformat لسه في نفس حضرات دلوقتي بقى لنا ساعتين تقريبا اهو 9 الا ربع دلوقتي ولا كام؟ 10 الا ربع. ايه يا حضرات ايه رايك يا عمر باشا؟ لا انا بالنسبه لي انا مبتهج جدا وسعيد جدا بوجودي معاكم. بس انا مش عايز الشباب يعني يبقوا ايه يبقوا يعني المره اللي فاتت كانوا صراح جدا وجمال وقالوا كفايه اتصناف النهارده وكده كنا قفلنا ساعتين وكانوا ساعتين حلوين يعني فاهم قصدي ازاي. فاحنا مين دلوقتي ناخد راي الناس تحبوا ايه يا شباب؟ شباب ها طب بقى الله ينور يا باشمهندس عمر ممتاز. طيب احمد محمود الشباب بتاعك كلهم يعني المدرسه بتاعتك ايه ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه تاني؟ هل ممتاز 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 ممتاز. في حاجه تانيه؟ مين اللي عامل الاستبيان الجميل ده؟ محمد زيدان. اه ما شاء الله ما شاء الله. لا انت ما شاء الله عندك شباب جمال يا باشمهندس عمر. ما انت بقى يعني ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله عليك. ها ايه الاخبار؟ ده كويس الشرح مفهوم ومبسط. طيب سؤال تاني سؤال تاني نكمل نكمل حضرات ولا ايه؟ ها طيب كويس حلو كويس هنا ايه ممتاز ممتاز يا اوكي نكمل ممتاز ها اتس اوكي خلاص كويس تسهل نفس. بس بليز بليز ساعة ما تحسوا ان يعني ان في حاجة من غير قلق ولا حاجة خالص احنا مع بعض يعني اتس اوكي. طيب the structure underlying unit format وعلى فكره اللي جاي كله احنا يعني اللي ربنا رزقنا بيه ان احنا عملنا التفصيله دي والبريك داون اللي احنا عملناه في تسع شيتس الاول دول هم يسروا امور يعني كتير يعني. The letters and titles of level 1 categories are fixed and should not be changed in application. ما تغيرش. المستوى الاولاني هم التسعه ثابتين مش هنعرفهم حاجه خالص. The first category Introduction does not have a letter designation. ما فيهاش letter designation. يعني ما فيهاش A ولا حاجة. ما هي designation من إيه؟ من تاني حاجة. خلاص؟ This allows it to appear first in the list of titles and distinguishes its content from the other titles. بتبان من التالتز اللي ورا. The contents of introduction are not building systems or assemblies. Instead, it's a collection of basic information that allows users to give readers an introduction to the project before reading details of the building elements in other categories. Introduction, introduction يعني ده بيتكلم عن الايه؟ عن الفصل الاولاني خالص اللي هو الانترودكشن. خلاص؟ contains procurement, contracting requirements, شروط التوريد وتوقيع العقود وشروط المقاولات
allows UniFormat to be used as a standalone contracting structure for construction projects, especially design built application. فيعني ايه؟ يعني بيشرح هنا بقى ان الايه ان ان في الليفل 1 واول واحده اللي هي الانترودكشن، وان هي يعني ايه ما فيهاش بيلدنج سيستم، الكلام ده كلها حاجات ايه؟ يعني الحضور الخاص في الاستاذ اللي ينبغي تغيرها في التطبيق طيارش لا تحتوي الفئه الاولى المقدمه على تعيين بحرف، ما فيش ايه ولا بتاع انتراكشن، بس يسمح لها بالظهور اولا في قائمه العنوان وليس والتمييز وهكذا. تمام؟ طيب ده برضو كاتيجوري زد، برضو يعني برضو يعني انا يعني كاتيجوري زد جنرال which also does not contain information about building systems. فيهاش building systems or assemblies designated by the last letter of the alphabet so that the system can expand beyond building construction and allow this category to remain lost. هتفضل السيستم ده اللي اتأخر فيه اتأخر اللي اتضاف عليه اتضاف، وهتبقى الايه؟ الكاتيجوري الزد دي هتبقى ثابته على طول، هيتضاف عليها حاجات، هيضاف عليها ايه؟ ايدنتيفيكيشن تاني. انما مفيش حاجه هتتمسح، مفيش حاجه هتتجلد خلاص. يعني اللي اتسمى محمد هيفضل طول عمره محمد، اللي هيتسمى جورج هيفضل طول عمره جورج، مفيش حاجه هت ايه؟ يعني هت يعني في ال... يعني ان كل حاجه كل ماتيريال اتوجدت او كل سيستم اتوجد، كل كاميرا حديد في الدور كذا هتبقى اسمها على طول كاميرا حديد اسمها، لا الايدنتيفيكيشن بتاعها واسمها هيفضل زي ما هو مثلا. UniFormat divides level 1 categories into classes of information by separating the categories into the discrete concepts that compose them. فصل الفئات المفهوم منفصلة تتكون منها تحمل فصول مستوى 2. المستوى the level 2 classes carry the letter of the parent category plus a two digit number. كما لاحظنا اللي هو ايه؟ ال A 10 مثلا، تحت ال A 10 في ايه؟ في 2 digits دخلوا زيادة. بقت A 10 10 A 10 20 A 10 30 A 10 كذا. يبقى الحرف وراء أربعة عشان تحدد الليفل 2. خلاص؟ ألفا نوميريك ديزيجنيشن أند تايتلز أوف ليفل 2 كلاسز أر أولسو فيكسد أند شود نوت بي تشينج إن أبلكيشن. مش هتتغير، ما تتغيرش، خلصت، هي اسمها كده. خلاص؟ طيب. الليفل 3 أند 4 أر ديفلوبت باي فيرذر سبديفايدنج ليفل 2 كلاسز. لما بنقسم بقى المستوى 2 لكلاسز زي ما شفنا، these subclasses carry the alphanumeric designation of their parent category and class. بتاخد الالفانيوميريك بتاعت ايه؟ بيسموها البيرنتس اللي هي الاباء بتوعهم. خلاص؟ طيب. these subclasses carry the alphanumeric designation of their parent category and class plus a two digit number per level. مع 2 digits كل level. with the two digit level 4 numbers being set off by a decimal point. يعني بيبقى الثلاثة الستة ديجيتس الأولانية بوينت، ونحط إيه بقى إيه؟ الليفل 4. الليفل 4 numbers being set off by a decimal point as shown in the example below. هنبان دلوقتي. في هتبان كويس قوي في السلايد إن شاء الله. ألفا نيوميريك ديزيجنيشن and tags of level 3 and 4 subclasses are also fixed and should not be changed in application. ما تتغيرش، ليفل 3 و 4 ما تتغيرش. Alpha numeric designation for level 4 that are unassigned within a group of level 3 subclasses can be assigned by the user. Detailed listings below level 4 present specialized design solution of the parent level 4 subclasses. Particular materials may be identified. في مواد خاصة ممكن تتحدد. For example, concrete and steel to differentiate one specialized solution from another. يعني الكونكريت هتبقى مثلا حاجه، وبعدين لما بندخل في ماتيريال بقت بوينت 3 حاجه، طبقا بقى للتقسيم بتاع الماستر فورمات، الماستر فورمات ايوه هتختلف. الحديد ما هو موجود بس مش موجود بقى، موجود في الفصائل المسلحه اللي هي البوينت 3. خلاص؟ طيب نو ستاندرد الفا نيوميريك ديزيجنيشن اسايند تو ذيس سب كلاسز.
though extensions may be assigned by the user. اليوزر بقى بيبتدي ايه يمكن يغير هنا بقى. The user assigned number should carry the alphanumeric designation. إذا كانش فيه. إذا كانش فيه يحط يعني. User assigned number should carry the alphanumeric designation of the parent level four subclasses plus additional characters such as two digit number and alphanumeric designator or the corresponding master format number separated from the level four number by an additional decimal point. The numbering system is as follows, the CF append to the continuous footing. Title below is merely one possible example of how to number such titles. How? يبقى ايه؟ The numbering system in uniform format. حاجة يعني a piece of cake. أول حاجة الـ A دي بتاعت الـ A. Substructure. دي level 1. احنا كنا بنتكلم عليه. خلاص؟ اللي هي الـ A. سميها ايه؟ لما اديهاش تو ديجيتس اديها ايه؟ الـ A 10 بقى بتاعت الـ A. الفاونديشن دي ليفل 2. خلاص؟ طيب A 10 10 الستاندرد فاونديشن، الفاونديشن اللي عندي ايه؟ ستاندرد، ستاندرد عادية يعني ما فيهاش حاجة خاصة يعني. لا قلنا خوازيق ولا قلنا سي اف اي ولا ديب ويل ولا يعني ستاندرد. ستاندرد فاونديشن عادية خالص، أوعية عادية. بتتوصف وتبقى متقاله يعني. ده ليفل 3. ايه 10 دوت 10 زي ما قلنا كانت 10 10 وبعدين ايه دوت 10 ده اللي هو الايه الفورث ليفل اللي هو الوول فاونديشن. انا عندي وولز موجوده تحت الارض ودي فاونديشن تحت الوول دي. خلاص؟ هنا بقى بنحط الايه؟ كونتينوس فوتنج. الوول فاونديشن بقى ايه؟ عشان كونتينوس فوتنج. ما الوول فاونديشن ده ممكن يبقى كونتينوس فوتنج ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى separate footing وبينهم سمل وبينهم ميدا. لا دي continuous footing فدي هتبقى A 10 عشان دي foundation 10 تاني عشان دي standard foundation. ما هو continuous footing دي standard foundation دي موجودة من أيام من قبل العلماء المصريين. A 10 10.10 wall foundation يعني دي foundation بتاعت الإيه بتاعت الرول بتاعت العشرة. فدي نقطة تاني عشان أقول إيه continuous footing. continuous footing دي يعني إيه إحنا زودناها اللي هو بيشتغل خبات في كام ليفل 1 2 3 4 5. شفتوا بقى السهوله؟ لو اللي هيقراها لاول مره ولوحده ما بقولش حاجه، هتاخد جهد هتاخد وقت. فالحمد لله رب العالمين. The numbering system can expand to allow for additional numbers and titles at any level. Should a user choose to use a variety of lower level titles beyond level 5 يعني عايز تحت ليفل 5 بقى عايز تعمل حاجه ثانيه خلاص. The added digits should include any numbering provided for parent subcategories similar to the way demonstrated by the upper level number. يعني تبقى باينه واضحه يعني تحت الكونتينوس فوتنج دي هنحط ايه. خلاص this allows uniformat to expand in the future and allows user to add its titles and numbers for subjects not in the current edition. User defined numbers and titles that fit within the established frame of uniformat can similarly be added at any level as long as they do not duplicate the subject matter of any existing title or take the place of any existing number. خلاص احنا شرحنا قبل كده برضه. احنا بعد كده بيدخل بقى الايه يعني مثلا لما دخلت على كونتينوس فوتنج. كونتينوس فوتنج ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه شده نجاره، هيبقى فيه حداده، هيبقى فيه سلك رباط، هيبقى فيه خرسانه، هيبقى فيه صب، هتبقى فيه ايه؟ مسميات ثانيه بقى بعد كده. انا مش فاكر اذا كان فيها ولا لا. المهم وصل الموضوع اتعرف ولا محتاج حاجه؟ شباب لسه الدنيا تمام؟ انا بعتقد الساعه 10 الحين مش عارف. ايه رايك يا باشمهندس عمر؟ لا ما مساله حب يعني مساله برضه. ما احنا يعني انا ده انا قاعد ويعني بنتكلم كلام يعني نورمال وبتاع، بس الفكره في المستقبل
هنقدر نوصل، ده احنا بقى لنا ساعتين وربع دلوقتي. ف نخلي الاسبوع الجاي، فاضل شويه برضه، نخليه الاسبوع الجاي، شوف فاضل. طب نسأل الشباب، هل لسه في حد عنده؟ اسألهم برضه، اسألهم شباب، نسمع رد. ها ها، لا هم محرجين، هم محرجين. لا بالتالي يعني برضه كتير كتير برضه، باشمهندس عمر يعني برضه، لان هي اصل هي المعلومات اللي هنا ما هياش مش معروفه يعني. انت لما بنتكلم على حاجه معروفه، على حاجه ف برضه اثبتها، برضه اثبتها عموما. طب في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده اي سؤال حضرتك؟ ما حدش يتحرك حضرتك، احنا يعني ما فيناش، ما نتكسفش من بعض، نقول حاجه. انتوا يعني انا سعدت بيكم قد ايه يعني لو كنت انتوا مبسوطين انكم يعني انا سعدت بيكم لا حدود لها، لاني بحس ان يعني في ناس كتير بتقول ايه، ده احنا احسن من الجيل اللي ورانا، ده الجيل اللي ورانا مش عارف ايه. انا مش شايف كده، انا شايف ولادي واحفادي اللي هم احسن مننا مليون مره، والجد اللي فيهم، الجد اللي فيكم ما شاء الله بيصل. احنا شفنا المهندسين المعماريين بتوع امبارح، اديش بيصور من قدامكم. مش عايز اتكلم تاني على مهندس عمر السليم، عشان يعني ايه ما يفكرش ان انا بجامله او الاخر، ان انا ابن عزيز وابن غالي ومن فضل الله سبحانه وتعالى المستويات دي فيه. وبرضه يعني المستويات ما يعني ما يعبناش. انا لغايه دلوقتي لما بحتاج حاجه عندي حفيد ياسين في كليه الهندسه السنه دي، الحقني يا ياسين تعالى، ده نعمل في ايه، ده نعمل في ايه. فاوعوا حد يعتقد هو لما بيسال يعني حي 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 حد حاجه تقل منه او ياخد، لا. وصدقوني انا نفسي هسألكم. طب ما فيش اي سؤال لاي حد، اي تساؤل، اي سؤال، اي حاجه في القديم عايز يسأل كده، نوع من ال ايه رأيكم؟ طيب طيب هنقف هنا في ايه، في دي انهي. بسم الله الرحمن الرحيم، دي نمرة كام ده؟ انا مش عارف. طيب يعني احنا كده خلاص 57، احنا خلصنا لغاية ايه 56 سلايد 56. طيب ان شاء الله المره الجايه هنكمل ان شاء الله على ده. باشمهندس عمر ان شاء الله هيبقى في بيني وبينك اتصال، انا عايزك في موضوع مهم يعني، تسأل حاجه مهمه يعني. اوكي شكرا على يعني تواجدكم، وبنشكر باشمهندس عمر يعني تواجد معانا النهارده.